اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 4 part C which is entitled dividing a whole number by another. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر اهم درس عندنا في الترم اللي هو الدرس بتاع الديفيجن. قبل ما نبدا الدرس لازم تكونوا حافظين التايم تيبل لحد تيبل 10 كويس جدا. ما ينفعش نعمل ديفيجن من غير ما نكون حافظين التيبل، لان في عملية الديفيجن هنحتاج نعمل جزء كده في الملتبليكيشن. طيب تعالوا مع بعضينا كده نشوف الجزئية اللي احنا خدناها السنة اللي فاتت وهنكمل عليها ازاي السنة دي. بالنسبة للديفيجن احنا كنا لما بنحب نعمل ديفيجن مثلا 8 divided 2 كنا بنكتبها بالمنظر ده. كنا بنكتب في الاول النمبر اللي احنا عايزين نعمل له ديفيجن وده بنسميه الديفيدنت، وبعد كده بنكتب الساين بتاعت الديفيجن اللي انتم شايفينها دي، وبعد كده بنكتب الديفايزور اللي هو الحاجه اللي انا هقسم عليها الديفيدنت، وبعد كده اللي بيطلع ده بنسميه الكوشنت. اتعلمنا السنه اللي فاتت الرمز ده. الرمز ده هو رمز الديفيجن. بنحط هنا كده الديفيدنت اللي هو الحاجه اللي انا عايز اقسمها، وبنحط هنا على الليفت منها الديفايزر اللي هو الحاجه اللي انا عايز اقسم عليها، واللي بيطلع فوق ده بنسميه الكوشنت، وده يعتبر ناتج التقسيم، ناتج الديفيجن. يعني مثلا لو انا عندي 8 اورنجز، عندي 8 برتقانات، عايز اعمل لهم تقسيم، عايز اقسمهم، عايز اعمل لهم ديفيجن على ايه؟ على شخصين، على 2 persons. كل واحد هياخد كام؟ عندي 8 هقسمهم على 2. لما تيجي تبص كده هتلاقي نفسك انت واخد 4 والتاني واخد 4. يبقى ال 4 اللي طلعت دي عباره عن ايه؟ نصيب كل واحد من الديفايزر. يعني دول 2 الديفايزر 2، كل واحد منهم خد ايه؟ خد 4. طيب نيجي نشوف اول حاجه عندنا اللي هي dividing a whole number by A one digit number. ازاي بنعملها؟ عندي طريقتين، عندي الفيرتيكال وعندي الهوريزونتال، وهنتعرض للايه؟ للطريقتين. الفيرتيكال دايما بنسميها اللونج ديفيجن. اللونج ايه؟ ديفيجن. طيب نعملها ازاي؟ انا عندي هنا بيقول لي 42 divided 3، نعمل ايه؟ نعمل كده اهو. نكتب هنا ال 42 ونكتب هنا الايه؟ ال 3. المنظر ده كده انا افهم منه ديفيجن. طيب بنعمل الديفيجن ازاي؟ الديفيجن بنعملها من الليفت. الحاجه الوحيده اللي مختلفه الديفيجن. الاديشن والسبتراكشن والمالتيبليكيشن كلهم بيبداوا منين؟ من الرايت، من عند اليونتس. لكن الديفيجن لا، الديفيجن لما اجي اعمل ديفيجن مش هنقول 2 ديفايدد 3، لا هنبدا بال 4 من الليفت. طيب اول حاجه هنعملها نقول ايه؟ نقول كده 4 ديفايدد 3. لما اجي اقسم اربع حاجات على ثلاث أشخاص، كل واحد ياخد كام؟ كل واحد هياخد واحدة. علشان نسهل على نفسينا بنعمل تيبل 3 في الدرافت هنا. يبقى أنا عندي هنا 3 تايمز 1 يديني إيه؟ يديني 3. 3 تايمز 2 يديني الـ 6. 3 تايمز 3 إيكوال 9. 3 تايمز 4 إيكوال 12. 3 تايمز 5 equal 15. 3 times ال 6 equal كام؟ equal 18. عشان كده انا بقول لكم لازم تبقوا شاطرين في التايم تيبلز علشان هنحتاجها كتير. طيب نيجي نشوف بقى. انا بقول لك 4 divided 3. طيب هنا فين ال 4؟ انا ما عنديش 4 لان ال 4 مش موجوده في تيبل 3. نعمل ايه؟ نروح نشوف هي موجوده فين؟ هي موجوده between which two numbers. ال 4 عندي موجوده هنا ما بين ايه وايه؟ هنلاقي ان ال 4 موجوده ما بين ال 3 والايه؟ وال 3 وال 6، يعني موجوده هنا كده. طيب هي موجوده هنا نعمل ايه؟ نروح واخدين الايه اللي فوق. يعني ايه واخدين اللي فوق؟ يعني ال 4 لازم هنلاقي فيها 3. طب وال 3 جت منين؟ من 3 تايمز 1، يبقى ناخد ال 1 ده. ال 1 ده احطه فين؟ ال 1 ده نكتبه فوق هنا كده. وبعد كده نعمل ايه؟ نروح نكتب ال 3 دي تحت ال 4. وبعد كده نعمل ماينس، اجي اعمل 4 ماينس 3. 4 ماينس 3 يديني كام؟ يديني 1. كده يبقى انا خلصت؟ لا لسه ما خلصتش. ليه؟ لازم اشوف ال 2 دي هعمل فيها ايه؟ ال 2 اروح منزلها جنب ال 1.
تبقى كام؟ تبقى 12. نيجي نشوف بعد كده ال 12 ديفايدد 3، تعال نبص في التيبل نلاقي ان ال 12 بتيجي منين؟ بتيجي من 3 تايمز 4، يعني ال 12 ديفايدد 3 يديني ايه؟ يديني 4. نكتب ال 4 فين؟ نكتبها فوق كده. وبعد كده نقول 4 تايمز 3 يديني كام؟ يديني 12. وبعد كده نعمل ماينس. لما نيجي نعمل ماينس هنلاقي 2 ماينس 2 يديني 0 و1 ماينس 1 يديني ايه؟ يديني 0. طالما انتهت معايا ب 0 يبقى انا كده خلصت عمليه الديفيجن. ايه اللي انا عرفته من هنا؟ عرفت ان ال 42 ديفايدد 3 يديني كام؟ يديني 14. يعني دي كده بتديني كام؟ بتديني 14. دي الانسر. يبقى ده كده بنسميه الكوشنت اللي هو كان طالبه مني، بيقول لي فايند ذا كوشنت. يبقى ال 14 دي هي الكوشنت. طيب ده كده لما بنيجي نعمل ديفيجن فيرتيكال. طب ينفع نعمل هوريزونتال؟ اه ينفع. ازاي؟ نعمل كده 42 ديفايدد 3، ودي بنعملها بس لما يكون عندي ديفيجن على 1 ديجيت. لو ديفيجن على 2 ديجيتس هنعملها ايه؟ باللونج ديفيجن كده. طيب نيجي نبدا منين؟ نبدا من الليفت. مين الليفت عندي هنا؟ الديجيت اللي في الليفت ال4. نقول 4 ديفايدد 3، نروح نشوف هنا نلاقي ال4 فين؟ بتوين ال3 وال6، يعني ال4 موجود فيها 3 لكن عمر ال4 ما تلاقي فيها 6. ال4 تحتوي على 3. طب ال3 اللي جواها دي بتيجي من 3 تايمز كام؟ 3 تايمز 1. يبقى نحط هنا ايه؟ نحط 1. طيب انا لو عندي ال3 هنا يتبقى كام عشان اوصل لل4؟ بعد ال3 4 يتبقى 1. ال1 ده نحطه فين؟ ال1 ده نيجي نحطه هنا كاري جنب الايه؟ جنب ال2. يبقى معنى كده ان انا عندي بقى عندي 12. نرجع بعد كده نقول 12 ديفايدد 3، نبص في التيبل نلاقيها بتديني ايه؟ بتديني 4. طبعا احنا هنحل اكسرسايزز كتيره جدا. الاكسرسايزز دي لما هتركزوا معايا فيها هتلاقوا نفسكم فاهمين جدا ازاي تعملوا لونج ديفيجن وازاي تعملوا الديفيجن بالطريقه دي. نيجي مع بعضنا نشوف اكزامبل 2. بيقول لي فايند ذا كوشنت اوف 176 ديفايدد ال8. اول حاجه نعملها نكتب تيبل 8 3 × 8 = 24 4 × 8 = 32 5 × 8 = 40 و 6 تايمز ال 8 ايكوال ال 48. احنا مش هنكمل، احنا هنستكفي بس من 1 لحد 6، ولو احتاجنا اكتر نبقى نزود. نعمل ايه؟ نعمل علامة الديفيجن اهي، نكتب هنا 176 ديفايدد مين؟ ديفايدد ال 8. نبدا اول حاجه من على الليفت 1 ديفايدد ال 8. ال 1 ينفع اقسمه على 8؟ طبعا ما ينفعش، عشان ال1 از ليس ذان ال8، وبالتالي نعمل ايه؟ ناخد الديجيت اللي جنبه. يبقى اقول 17 ديفايدد ال8. يبقى انا عايز اعرف 17 ديفايدد 8 يديني ايه؟ نبص في التيبل نلاقي ال17 مش موجوده عندي في التيبل، يبقى ادور هي ما بين ايه وايه؟ الاقي ان ال17 ما بين ال16 وال24. طيب هنختار ال 16 ولا هنختار ال 24؟ لا نختار الليس، نختار الاقل اللي هي ال 16. ليه؟ يبقى ال 17 موجود جواها 16 لكن عمر ال 17 ما يكون موجود جواها 24. طب ال 16 اللي موجوده جوه ال 17 دي فيها كام 8؟ فيها من ال 8 2. يبقى لما اقول لك 17 ديفايدد ال 8 تقول لي ايه؟ تقول لي فيها 2. طب نعمل ايه بعد كده؟ نقول كده 2 تايمز ال 8 يديني 16 اللي هي دي. وبعد كده نعمل ماينس. الماينس بنعمله من الرايت. 7 ماينس 6 يديني كام؟ يديني 1. و1 ماينس 1 يديني 0. طب نعمل ايه بعد كده؟ ال 6 دي ننزلها. لما نيجي ننزلها هنا كده تبقى كام؟ تبقى 16. واشوف ال 16 ديفايدد 8 يديني كام؟ ال 16 موجوده في التيبل اللي هي بتديني 2، يبقى على طول قول انها بتيكوال كام؟ بتيكوال 2. وبعد كده اقول 2 تايمز ال 8 ايكوال 16.
هنعمل ماينس 6 ماينس 6 ايكوال 0 و1 ماينس 1 ايكوال ايه؟ ايكوال 0. يبقى احنا كده خلصنا المساله. المساله بنبداها ازاي؟ خدنا 17 ديفايدد 8 يديني 2، وبعد كده اقول 2 تايمز ال 18 ايكوال 16، وبعد كده بنعمل ماينس وننزل النمبر اللي بعده وارجع اعمل ديفيجن، وبعد ما اعمل ديفيجن ارجع ملتي بلاي تاني واعمل ماينس. يعني هنقعد نكرر في الخطوات دي على طول لحد ما نخلص المساله. طيب معنى كده ان ال 22 ده هو الكوشنت اللي بندور عليه. يعني 176 ديفايد ال 8 ايكوال كام؟ ايكوال 22. في ملحوظه مهمه لازم ناخد بالنا منها بقى، ان الديفيدنت ده بيكوال ايه؟ بيكوال الديفايزر تايمز الايه؟ تايمز الكوشنت. يعني 176 بتيكوال ال 8 تايمز ال 20 ايه؟ ال 22. نيجي اللي بعد كده، الديفايدنج ا هول نمبر باي 2 ديجيت نمبر. ايه اللي اختلف في المساله دي على المساله اللي فاتت؟ ان بدل ما كان عندي ال 8 بقى عندي ال 25. نفس الخطوات، اول حاجه لازم ابني التيبل. نعمل تيبل كام؟ 25. وهنا انت هتحتاج المالتيبليكيشن، 1 تايمز ال 25 بتيكوال كام؟ 25. 2 تايمز 25، 2 تايمز 5 10، 0 اند وي هاف 1، 2 تايمز 2 از 4 ومعانا 1 يبقى 5. 3 تايمز ال 25، 3 تايمز 5 15، 5 وهنكاري اب 1. 3 تايمز 2 از 6 و1 يديني 7. بعد كده 4 تايمز 20، 4 تايمز 25 معروفه ب 100، 5 تايمز 25، 5 تايمز 5 25، 5 وهنكاري اب 2، 5 تايمز 2 يديني 10 و2 يبقى 12. وبعد كده 6 تايمز 25، 5 تايمز 6 ايكوال 30، 0 وهنكاري اب 3، 6 تايمز 2 12 و 3 يبقى 15. هناخد بس اول 6 نمبرز وبعد كده لو احتاجنا اكتر نبقى نعمل بعد كده. نبدا مع بعضنا المساله بعلامه الديفيجن ونكتب هنا 5025 ديفايدد ايه؟ ال 25. لما نيجي نبدا بنبدا من الليفت، نيجي ناخد ال 5، ال 5 لزن ال 25. طالما هم 2 ديجيتس لازم اخد انا كمان 2 ديجيتس على طول. يبقى هناخد مين؟ ال 50. نقول 50 ديفايدد 25، نروح ندور في التيبل نشوف ال 50 موجوده ولا لا، ولا هي فين؟ تروح تدور في التيبل تلاقي ال 50 موجوده اهي. طب ال 50 جت منين؟ ال 50 فيها كام 25؟ فيها 2. يبقى ال 50 ديفايدد 25 يديني 2، يبقى نكتب هنا الايه؟ ال 2. وبعد كده اعمل مالتيبليكيشن 2 تايمز ال 25 انا لسه عارفها هنا ب 50. ونرجع نعمل ماينس 0 ماينس 0 يديني 0، 5 ماينس 5 يديني 0. الله، احنا وصلنا هنا ل 0 و0، يبقى المساله خلصت؟ لا المساله ما خلصتش. ليه؟ لان انا لازم اكون منزل كل النمبرز دي. الدور على مين دلوقتي ننزله؟ الدور على ال 2. نيجي ننزل ال 2. لما نيجي ننزل ال 2 نعمل ايه بعد كده؟ ناخد ال 2 نعمل لها ديفيجن على ال 25. هتقول لي يا مستر ما احنا لازم ننزل 2. لا، بننزل واحد واحد. طيب 2 ديفايدد 25 ينفع؟ ينفع 2 اقسمهم على 25؟ ما ينفعش، صغيرين جدا. طب نعمل ايه في الحاله دي؟ في الحاله دي لازم احط فوق 0، ودي مهمه جدا في اللونج ديفيجن. لما بتيجي تنزل نمبر وتيجي تعمل له ديفيجن ويكون صغير لازم انزل ايه؟ لازم انزل 0. طيب بعد كده نعمل ايه بقى؟ ننزل ال 5 جنب ال 2، ننزل ال 5 هنا كده اهو. يبقى هنا 20 ايه؟ اصبحت 25. نيجي بقى نسال نفسنا 25 ديفايدد 25 يديني كام؟ نبص في التيبل نلاقي ال 1 تايمز 25 يديني 25. يعني ال 25 دي جواها كام 25؟ جواها 1. يبقى نحط ال 1 هنا. يعني ال 25 ديفايدد 25 يديني 1. نكمل المساله ازاي؟ نقول بقى 1 تايمز 25 يديني 20، 25. نعمل ماينس 5 ماينس 5 يديني 0، 2 ماينس 2 يديني ايه؟ يديني 0. طالما طلعت 0 وانت مخلص فوق يبقى انت كده خلصت المساله. يبقى الحل بتاع المساله دي ايه؟
هيديني 200 اند ايه اند 1، اللي يطلع لك فوق ده يبقى هو الحل. تعالوا مع بعضينا نشوف حته مهمه اللي هي الديفايدنج ويز اريمندر. لما كنا بنحل المساله وكان بيطلع فيها تحت زيروز، ده معناها ان انا قدرت اقسم كل الديفيدنت على الديفايزر، يعني الديفيدنت كله اتقسم ما بقاش منه حاجه، لكن ممكن ما اعرفش اقسمه كله ويتبقى منه ريميندر. زي ايه؟ زي هنا كده بيقول لي if we want to distribute، لو عايزين نوزع 9 oranges 9 برتقانات equally بالتساوي between two persons على ايه؟ على شخصين. How many oranges at most could be given to each of them؟ هندي لكل واحد قد ايه؟ And how many oranges remain؟ وهيبقى كام برتقانة؟ يعني اكنه بيقول لي 9 divided ال 2 equal كام؟ كل واحد منهم هياخد قد ايه؟ طيب في رسمة كده جميلة هنبص عليها. ادي التو بيرسونز دول اللي هم الايه؟ اللي هم الديفايزر. يعني ده وده الاتنين دول مع بعض الديفايزر، اللي هم احنا عايزين نقسم عليهم الايه؟ كل دول عبارة عن الديفيدنت. لما نيجي نشوف هنلاقي ان انا هقدر ادي لده 4 وادي لده ايه؟ 4. طب هنيجي بقى للبرتقانة دي، مش هعرف اعمل فيها حاجة. لو اديتها لده ده خد 5، لو اديتها لده يبقى ده خد 5، يبقى واحد هيزيد عن التاني، لكن هو قال لي ايكوالي، لازم اقسمهم بالتساوي. طب نعمل اف دي نسيبها زي ما هي، وبنسميها ايه؟ بنسميها الريميندر. يعني الايه؟ يعني اللي اتبقت اللي ما عرفناش نقسمها. اوكي؟ يبقى ال 9 قسمت منهم بس كام؟ قسمت منهم 8، ويبقى ال 4 دي بنسميها الكوشنت. يعني ايه الكوشنت؟ يعني النصيب اللي هياخده الواحد بس من الديفايزر، او الشير اللي بياخده واحد بس من الايه؟ من الديفايزر. اكزامبل 4 بيقول لي كومبليت ذا فولوينج تيب، دي عمليه الديفيجن. عايزين نشوف الكوشنت كام، وعايزين نشوف الريميندر كام. هنا 15 ديفايدد 2، تيبل 2 ايه اقرب حاجه لل 15؟ اقرب حاجه لل 15 2 تايمز 7، 2 تايمز 7 يديني 14. طب لو قلنا 2 تايمز 8، 2 تايمز 8 يديني 16. لا انا كده عديت ال 15، يبقى انا عايز حاجه قبل ال 15 على طول. مين اللي قبل ال 15 على طول في تيبل 2؟ ال 14. طيب ال 14 دي فيها كام 2؟ فيها 7. الريميندر بتاعي يبقى كام بقى؟ الريميندر بتاعي يبقى 1. ليه؟ انا قدرت اقسم 14 لكن في 1 ما عرفتش اقسمه. نكتبه فين؟ نكتبه في الريميندر. نيجي هنا، هل ال 39 في تيبل 6؟ لا مش في تيبل 6. طيب مين اقرب حاجه لل 39؟ اقرب حاجه لل 39 موجوده في تيبل 6 ال 36. عشان كده بقول لكم لازم نكون حافظين التيبل كويس قوي. 6 تايمز 6 ايكوال 36، 6 تايمز 7 ايكوال كام؟ ايكوال 42. انا كده عديت ال 30. يبقى هنقبل مين؟ هنقبل النمبر اللي قبل ال 39 اللي هو ال 36. طب ال 36 بيجي من ايه؟ بيجي من 6 تايمز 6، يبقى الكوشنت عندي كام؟ هيبقى 6. طيب يتبقى كام بقى ما عرفتش اقسمه؟ انا عندي 6 تايمز 6 ايكوال 36، يبقى انا عندي 39 ماينس ال 36 ايكوال كام؟ 9 ماينس 6 ايكوال 3، و 3 ماينس 3 ايكوال 0. يبقى انا عندي في 3 ما عرفتش اقسمهم على كام؟ على 6، وبالتالي نكتبهم في الريميندر، يبقى دول هيتبقوا معايا. طب نيجي نشوف هنا 72 ديفايدد 9. اللي حافظ التيبل بتاع 9 كويس هيقول لي يا مستر احنا عارفين ان ال 8 تايمز 9 ايكوال كام؟ ايكوال 72. يعني ال 72 لو جيت قسمتها على 9 كل واحد ياخد كام؟ كل واحد ياخد 8. طب هيكون عندي ريميندر؟ لا مفيش عندي ريميندر خالص، كل ال 72 اتقسموا. نيجي نشوف هنا 47 ديفايدد 10. ال 47 فيها كام 10؟ مين اقرب حاجه في تيبل 10 لل 47؟ ال 40. بتيجي منين؟ من 4 تايمز 10. يعني 47 ديفايدد 10 هتديني 4. طب ينفع تديني 5؟ لا، لان ال 5 تايمز 10 يديني 50.
انا عايز اقل مش عايز اكتر. طيب لما انا اقول 4 يبقى كام من ال 47 ما عرفتش اقسمهم؟ يعني 47 ماينس ال 40 اللي انا قسمتهم يديني كام؟ 7 ماينس 0 يديني 7، و4 ماينس 4 ايكوال 0، يبقى في 7 من ال 47 دول انا ما عرفتش اقسمهم. نيجي نشوف اكزامبل 5. يقول لي find the quotient and the remainder of. طيب عايزين نعمل دي عمليه ديفيجن، لونج ديفيجن. اول حاجه نبدا بايه؟ نبدا بالتيبل بتاع ال 17، نكتب التيبل بتاع ال 17. 1 تايمز 17 ايكوال 17، 2 تايمز 17 ايكوال 2 تايمز 7 14، 4 اند وي هاف 1، 2 تايمز 1 از 2 و1 يديني 3. 3 تايمز 17 ايكوال 3 تايمز 7 21. نحط ال 1 ونكري اب 2. 3 تايمز 1 از 3 بلس 2 يديني 5. لازم تبقى كويس جدا في المالتيبليكيشن عشان تعرف تبني التيبل اللي هنشتغل عليه في الديفيجن. بعد كده 4 تايمز 17. 4 تايمز 7 28، ادي ال 8 ونكري اب 2. 4 تايمز ال 1 4 بلس 2 يديني 6. 5 تايمز 17، 5 تايمز 7 35، ادي 5 ونكري اب 3. 5 تايمز 1 يديني 5 بلس 3 يديني 8. 6 تايمز 17 ايكوال 6 تايمز 7 42، 2 ونحط هنا 4. 6 تايمز 1 از 6 بلس 4 از 10. نعمل اول 6 بس، ولو احتاجنا اكتر نزود. نيجي نعمل علامه الديفيجن هنا 70,658 58، وهنا كام؟ 17. طالما عندي 2 ديجيتس يبقى ابدا بايه؟ ب 2 ديجيتس. 70 ديفايدد 17 نعمل ايه؟ اروح ابص على التيبل بتاع ال 17 اشوف ال 70 موجوده ما بين اي 2 نمبرز. نبص نلاقي ال 70 موجوده هنا. طيب لما نيجي ناخد النمبر اللي فوق ولا النمبر اللي تحت؟ لا ناخد اللي فوق. يعني ال 70 موجود جواها 68 لكن ما ينفعش يكون جواها 85. طب ال 68 دي لما اجي اقسمها على ال 17 يديني كام؟ يديني 4. يبقى ال 70 ديفايدد 17 يديني ايه؟ يديني 4. بعد كده نعمل مالتبليكيشن، اقول 4 تايمز ال 17، 4 تايمز ال 17 هيديني 68. وبعد كده نعمل ايه؟ بعد كده نعمل سبتراكشن، نعمل ماينس. 0 ماينس 8 ما ينفعش، هنبرو 1 من ال 7 تبقى 6، والزيرو يبقى 10. 10 ماينس ال 8 يديني 2، وهنا 6 ماينس 6 يديني 0. كده احنا خلصنا اول خطوه في عمليه الايه؟ في عمليه الديفيجن. بعد كده هيبتدي كل حاجه تتكرر. نعمل ايه دلوقتي؟ ننزل النمبر اللي عليه الدور اللي هو ال 6، ننزل ال 6 جنب الايه؟ جنب ال 2. يبقى هنا 26 ديفايدد 17. اجي ابص في التيبل ال 26 ما بين ايه وايه؟ الاقي ال 26 هنا ما بين ال 17 وال 34. ناخد مين؟ ناخد اللي فوق. نيجي نشوف هنا ال 17 تايمز ايه؟ تايمز 1. يبقى معنى كده ان ال 26 ديفايدد 17 يديني كام؟ يديني 1. نعمل بعد كده مالتبليكيشن، 1 تايمز ال 17، 1 تايمز 7 يديني 7، 1 تايمز 1 يديني 1. بعد كده نعمل سبتراكشن، 6 ماينس ال 7 ما ينفعش، هنبر 1 من ال 2 تبقى 1 وال 6 تبقى 16. 16 ماينس ال 7 هنكاونت من بعد ال 7 لحد ال 16 يطلعوا على ايديك 9. نعمل ايه بعد كده؟ نكرر نفس العمليه تاني. مين اللي عليه الدور؟ ال 5، ننزل ال 5 تبقى كام؟ تبقى 95. نيجي نشوف ال 95 ديفايدد 17 يديني كام؟ اروح ابص عليها في التيبل الاقيها ما بين ايه؟ الاقيها ما بين هنا ما بين ال 85 وال 102. طيب هنبص على ده ولا على ده؟ لا نبص على اللي فوق ده ال 85. ال 85 جواه كام 17؟ جواه 5. يبقى معنى كده ان 95 ديفايدد 17 اقرب حاجه تديني ال 5. وبعد كده اقول 5 تايمز ال 17 يديني الايه؟ ال 85. نعمل ايه بعد كده؟ نعمل ماينس.
5 minus 5 يديني 0، 9 minus 8 يديني 1. مين اللي عليه الدور ينزل؟ ال 8، ننزل ال 8. نلاقي هنا ايه؟ 108. 108 divided 17 يديني كام؟ نيجي نبص هنا 7 times 17 7 times 7 49 9 وهن carry up ال 4 7 times 1 يديني 1 plus 4 يديني 11. يبقى ال 108 موجودة فين؟ موجودة هنا ما بين دي وما بين دي. طب نختار مين؟ نختار 102 موجود فيها كام 17؟ موجود فيها 6. يبقى نحط هنا فوق ايه؟ فوق 6. طيب لما نيجي نشوف بقى نعمل مالتيبليكيشن، ده تايمز ده يديني ايه؟ يديني 102. وبعد كده نعمل السبتراكشن بتاعنا، 8 ماينس 2 يديني 6، 0 ماينس 0 يديني 0، 1 ماينس 1 يديني 0. طبعا الزيرو على الليفت ما بنكتبوش. لما نيجي نبص بقى على المساله دلوقتي، احنا كده خلصنا كل اللي فوق خلصناه. طالما كل اللي فوق خلصناه والمساله ما جابتش معانا تحت زيروز، يبقى الديفيدنت ده لما جيت اقسم على الديفايزر في عندي كوشنت وفي عندي ريميندر. يبقى الكوشنت كام والريميندر كام؟ يبقى الكوشنت از النمبر ده 4158 56. طب مين الريميندر؟ الريميندر اللي هي الايه؟ اللي هي ال 6. يبقى ذا ريميندر از 6. ان شاء الله هنحل في الاكسرسايز مسائل كتيره جدا، يعني حتى لو انت مش قادر تفهمها دلوقتي مع الاكسرسايزز هنفهم احسن باذن الله. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 6. اول اكسرسايز بيقول لي find the result following the example. الاكسرسايز ده بيعتمد ان انت تكون قوي جدا في التيبل، يعني ما ينفعش واحد ضعيف في التيبل يحل الاكسرسايز ده. ليه؟ يعني مثلا انا 759 divided 3 هنعمل ايه؟ هنكتب 759 بالاكسباندد 4، يعني كل ديجيت هكتب الفاليو بتاعته، ال 7 700 ال 550 ال 9 9. وهنيجي نعمل لكل نمبر من دول ديفايد 3. لما نيجي نعمل لل 700 ديفايد 3 هنلاقي ان ال 700 ال 7 ما ينفعش اعمل لها ديفيجن اوفر ال 3. طب والحل هنعمل ايه؟ الحل هناخد 100 من هنا نحطها على التنس، يعني ال 700 تبقى 600 وخدت منها 1 ب 100 حطيته مع الايه؟ مع التنس. يبقى عندي هخلي دي اكنها 600 هنا 150 وهنا 9. لما اجي بقى اعمل ديفيجن، ال 600 ديفايدد 3 يديني 200، ال 150 ديفايدد 3 يديني 50، وال 9 ديفايدد 3 يديني 3، وبعد كده اعمل لهم اديشن يديني النمبر ده. طبعا انا مش عايزك تبص على الاكسرسايزز دي لان الاكسرسايزز دي بعيده شويه عن اللي احنا عايزين نطلع بيه منين من الليسون، فهنعدي دول وما تشيلش هم، دول مش مهمين قوي. نيجي نشوف اكسرسايز 2، وده من الاكسرسايزز المهمه اللي نبتدي بقى نركز ونشوف هنعمل الديفيجن ازاي. هنا بنعمل ديفيجن على 1 ديجيت نمبر. لازم تكون عارف التيبل كويس قوي عشان هنا مش هنعمل التيبل في الدرافت، هنا هنحل على طول. أول problem 955 divided 5. لما نيجي نعمل division بنعمله من الليفت، يعني لما أجي أبدأ بال 9. طيب 9 divided 5 يديني إيه؟ ال 9 فيها كام 5؟ فيها 5 واحدة ولا فيها 2 5؟ لا، لو 2 5 تبقى 10. أنا عايز ال 9 فيها 5 واحدة، يبقى إيه؟ أدي 5 واحدة أهي. طيب يتبقى كام بقى من ال 9 بعد ما خدت الفايف؟ بعد ما خدت الفايف من الناين عد على ايدك، يبقى 4. الفور دي اكتبها فين؟ اكتبها هنا كده جنب الفايف. يبقى الحته دي كده اللي انت شايفه، شايف ايه؟ شايف 40 ايه؟ شايف 45. يبقى 45 ديفايدد 5 يديني كام؟
تيبل 5 a تايمز 5 يديني 45. تمام، انا شايف ان في ناس مذاكره التيبل كويس. 5 تايمز 9 يديني 45، يبقى 45 ديفايدد ال 5 يديني 9. وبعد كده يتبقى مين؟ انا خدت ال 5 خلاص مع ال 4، يبقى ال 5 دي 5 ديفايدد 5 يديني ايه؟ يديني 1. اللي ما فهمش هنا هنشتغل كتير واحده واحده نحاول نفهم. بروبلم بي 690 ديفايدد 2، نعمل الديفيجن من الليفت، يعني ابدا من ال 6 الاول. 6 ديفايدد 2 يديني كام؟ ايه في تيبل 2 يديني 6، 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 3، يبقى 6 ديفايدد 2 يديني 3. طيب اللي بعد كده مين؟ اشوف ال 9، 9 ديفايدد 2 يديني كام؟ مين اقرب حاجه لل 9 في تيبل 2؟ ال 8. طب بتيجي من ايه؟ بتيجي من 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 4، يبقى ال 9 ديفايدد 2 يديني 4. يبقى انا ال 9 لما عملت لها ديفايدد 2 اداني 4. طب يتبقى كام بقى ما عرفتش اقسمه؟ اتبقى 1، لان 2 تايمز 4 ايكوال 8، يبقى معايا 1. ال 1 ده نحطه فين؟ نحطه ما بين ال 9 وال 1، ان انا خلصت ال 9 خلاص، هو هيخش يشتغل مع مين؟ مع اللي جنبه ده. يبقى لما تيجي تبص هنا ال1 وجنبيه الزيرو كده يبقى عاملين كام؟ عاملين 10. نقول بقى 10 ديفايدد 2 يديني كام؟ سهله، يديني 5. نيجي نشوف اللي بعديها 946 ديفايدد 2. 9 ديفايدد 2 يديني كام؟ يديني 4. ويبقى كام؟ ويبقى 1، لان 2 تايمز 4 ايكوال 8. فاضل من ال8 كام عشان اوصل لل9؟ فاضل لي 1. ال 1 ده احطه فين؟ احطه قبل ال 4 على طول، لان هو هيخش يشتغل مع ال 4. لما تيجي تبص انت بعينك هنا ال 1 وجنبيها ال 4 تبقى اكنها عامله ازاي؟ اكنها عامله 14. طيب نيجي نقول 14 ديفايدد 2 تيبل 2 ايه تايمز 2 يديني 14. تمام 7 كده، يبقى انا خلصت ال 4، فاضل لي مين؟ فاضل لي ال 6. يبقى 6 ديفايدد 2 يديني كام؟ يديني 3. نيجي نشوف اللي بعد كده. هنا ديفايدد 3، يعني لازم تكون عارف تيبل 3 كويس. نبدأ من الليفت، 4 ديفايدد 3. مين أقرب حاجة لل 4 في تيبل 3؟ أقرب حاجة لل 4 في تيبل 3 اللي هي 3. بتيجي منين؟ 1 تايمز 3. يبقى 4 ديفايدد 3 يديني 1. ويبقى كام عشان اوصل لل 4؟ يبقى 1. احطه فين؟ احطه جنب ال 8، لان هو هيشتغل مع ال 8 دلوقتي. طب 1 وجنبيه 8 تكون لي ايه؟ تكون لي ال 18. طيب 18 ديفايدد 3، هل ال 18 موجوده في تيبل 3؟ تمام موجوده في تيبل 3. طيب ايه تايمز ال 3 يديني ال 18؟ 6 تايمز 3 يديني ال 18. يبقى ال 18 ديفايدد 3 يديني 6. يبقى انا كده خلصت ال 8، فاضل لي مين؟ فاضل لي ال 6. ال 6 ديفايدد 3 يديني 2. نيجي نشوف اللي بعد كده. نبدا من الليفت، 7 ديفايدد 6 يديني كام؟ يديني 1، لان 1 تايمز 6 يديني 6. فاضل لي كام بقى عشان اوصل لل 7؟ فاضل لي 1. ال 1 ده اللي هو الريميندر، نعمل فيه ايه؟ نحطه جنب ال 2، ان هو هيشتغل مع ال 2. يبقى نحطه جنب ال 2 كده. لما تيجي تبص بعينك انت هنا كده تشوف ايه؟ تشوف 12. طيب ال 12 دي ديفايدد 6 يديني كام؟ يديني 2، لان تيبل 2 2 تايمز 6 ايكوال 12. يبقى معايا مين؟ يبقى معايا ال 6. 6 ديفايدد 6 يديني كام؟ يديني 1. زي ما انتم شايفين الدنيا سهله. سهله ليه؟ لو انت حافظ التيبل. بقولها كتير، لو مش حافظ التيبل مش هتعرف تمشي خالص، هتلاقي الدرس صعب جدا جدا. مفيش مشكلة لما تقعد يوم او اتنين او تلاتة تذاكر التايم تيبل وتحفظه كويس. طيب نيجي هنا 6 ديفايدد 4 يديني كام؟ اقرب حاجة في تيبل 4 لل 6 اللي هي ال 4، بتيجي من كام؟ من 4 تايمز 1. يبقى 6 ديفايدد 4 يديني 1. يبقى كام بقى عشان اوصل لل 6 من ال 4؟ بعد ال 4 5 6 يبقى 2. اعمل ايه في ال 2 دي؟ ال 2 دي تتحط جنب ال 8 عشان هتشتغل معاها. لما اجي ابص بعيني هنا كده
التو جنب الايت تكون لي ايه؟ تكون لي 28. يبقى ال 28 ديفايدد 4 يديني كام؟ هل ال 28 في تيبل 4؟ اه موجوده في تيبل 4. طب 4 تايمز ايه يديني 28؟ 4 تايمز 7، يبقى احط هنا 7. يبقى معايا مين؟ يبقى ال 4 ديت 4 ديفايدد 4 يديني 1. نيجي البروبلم اللي بعد كده، 8 ديفايدد 7 يديني كام؟ اقرب حاجه في تيبل 7 لل 8، 1 تايمز 7 يديني 7. يبقى نحط هنا 1، ويتبقى كام عشان اوصل لل 8؟ يتبقى 1. ال 1 ده يتحط فين؟ يتحط كده قبل ال 4 على طول على الليفت. بص بعينك تشوف هنا مين؟ يبقى 1 جنب ال 4 تبقى ايه؟ تبقى 14. طيب 14 ديفايدد 7، هل ال 14 في تيبل 7؟ اه في تيبل 7. ازاي؟ 7 تايمز 2 يديني 14. جميل. يبقى لما اقول ان ال 14 ديفايدد 7 تديني 2 على طول. ويبقى بعد كده 7 ديفايد 7، 7 ديفايد 7 يديني 1. يلا اللي بعد كده، هنا 6، 6 ديفايد 5 يديني 1. ويبقى كام؟ يبقى 1. احطه فين ال 1 ده؟ احطه قبل ال 5 دي على طول. 1 وجنبيها 5 تبقى ايه؟ تبقى 15. طيب 15 ديفايد 5 تيبل 5 في 15 اكيد، لان تيبل 5 يا اما بيبدا ب0 يا اما بيبدا ب5، يبقى اكيد ال 15 ديفايدد 5 تنفع تديني كام؟ تديني 3. يبقى معايا 5 ديفايدد 5 اللي هي كام؟ اللي هي 1. نيجي نشوف البروبلم دي ونركز فيها مع بعضينا. بروبلم اي، بنبدا من الليفت، 3 ديفايدد ال 8. اه ناخد بالنا بقى، اول مره يقابلني ان اللي باخده من الديفيدنت اقل من الديفايزر. ال 3 ليس ذان ال 8، المفروض نحط 0، بس ال 0 هيبقى في الليفت هنا ما بنحطوش. يبقى اول نمبر لو هو اقل من الديفايزر ما بحطش ال 0. طب بنعمل ايه؟ ناخد النمبر اللي جنبه على طول، يبقى اخد ال 36. طب 36 ديفايدد 8 يديني ايه؟ 8 تايمز 8 يديني 36، هل هي في تيبل؟ لا. طب اقرب حاجه ايه في تيبل 8؟ اقرب حاجه ال 4، لان ال 4 تايمز ال 8 يديني 32. طيب عشان اوصل لل 36 فاضل لي قد ايه؟ 33 34 35 36، فاضل لي كام؟ فاضل لي 4. اعمل ايه في ال 4 دي؟ نحطها جنب ال 8 كده عشان هي هتشتغل مع ال 8 دلوقتي. يبقى ال 48 ديفايدد ال 8 يديني كام؟ اه موجوده، ال 48 موجوده في تيبل 8. طب تديني كام؟ تديني 6. يبقى انا عندي هنا 6، لان 6 تايمز ال 8 يديني 48. نيجي نشوف اللي بعديها، 8 ديفايدد 5 يديني كام؟ يديني 1. ويبقى عندي ريميندر 3، ال 3 يتحط جنب ال 6. 36 ديفايدد 5، ايه اقرب حاجه لل 36 في تيبل 5؟ ال 35. بتيجي من ايه؟ بتيجي من 5 تايمز 7. يبقى لما اقول لك 36 ديفايدد 5 يديني كام؟ تقول لي يديني 7، اقرب حاجه نوصل بيها هي ال 7. طب يبقى كام معاك؟ يبقى 1. ال 1 ده نحطه فين؟ نحطه قبل ال 5 كده عشان هو هيشتغل مع ال 5. تعال بص بعينك تلاقيها 15، 15 ديفايدد 5 يديني ايه؟ يديني 3. نيجي نشوف اللي بعد كده، 8 ديفايدد 6، بنبدا من الليفت، 8 ديفايدد 6 يديني 1. يبقى كام عشان اوصل لل 8؟ يبقى 2. نحط ال 2 هنا كده تبقى 28. 28 ديفايدد 6 تيبل 6، اقرب حاجه لل 28 كام؟ 6 تايمز 5 ولا تايمز 4؟ 6 تايمز 5 يديني 30. لا انا كده انا عديت، يبقى نرجع للي قبليها، 6 تايمز 4، 6 تايمز 4 يديني 24. تمام، يبقى ناخد ال 4. طب هيتبقى كام عشان اوصل لل 28؟ بعد ال 24 25 26 27 28، يبقى 4. نحط ال 4 فين؟ نحطها قبل ال 8 دي على طول عشان هي تشتغل مع ال 8 دي. يبقى هنا دي اسمها كام؟ 48. يبقى 48 ديفايدد ال 6 يديني كام؟ يديني 6. نيجي اللي بعد كده، 5 ديفايدد 7. اه خد بالك ده لزن ده، يبقى ما ينفعش ناخد اللي جنبه على طول. يبقى 58 ناخدهم مع بعض،
58 ديفايدد 7 يديني كام؟ تيبل 7 لازم تكون حافظينه كويس. اقرب حاجه لل 58 ال 56 بتيجي كام؟ بتيجي من 7 تايمز ال 8، يبقى نحط هنا 8. يبقى كام عشان اوصل لل 58 بعد ال 56 57 58؟ يبقى 2. نحط ال 2 فين؟ نحطهم قبل ال 3 كده. يبقى دي 23. 23 ديفايدد 7، تيبل 7 اقرب حاجه لل 23 مين؟ ال 21. بتيجي ازاي؟ بتيجي 3 تايمز 7، يبقى نحط هنا 3. طب ال 21 قدامها كام وتبقى 23؟ فاضل لها 22 و23، يعني فاضل لها 2. اعمل ايه في ال 2 ديت؟ نحطها ريميندر قبل ال 1 كده. لما اجي ابص هنا الاقي ده اسمه ايه؟ 21. 21 ديفايدد 7 يديني كام؟ يديني 3. تمام. اتعلمنا ايه في الاكسرسايز ده؟ اتعلمنا ازاي تعمل ديفيجن هوريزونتالي. هو مش صعب ولا حاجة، بس لازم تكون قوي جدا في التيبل. بقولها كتير، التايم تيبل لو ما اتحفظش مش هتعرف تشتغل خالص. نيجي نشوف البروبلم اللي بعد كده. هنا التيبل ابتدى يكبر، تيبل 9. طيب 6 ديفايدد 9 ما ينفعش، عشان ال 6 للزان ال 9. يبقى ناخد الديجيت اللي جنبها، يبقى هنشتغل على ال 64 كلها. 64 ديفايدد 9، ايه اقرب حاجه لل 64 في تيبل 9؟ ال 63. بتيجي منين؟ بتيجي من 9 تايمز 7، يبقى نحط هنا ايه؟ نحط هنا 7. طيب يبقى كام من ال 64 ما عرفتش اقسمه؟ يبقى 1. ال 1 ده نحطه جنب ال 4 كده. يبقى انا عندي دي 14. 14 ديفايدد 9 يديني ايه؟ يديني 1. 1 تايمز 9 يديني 9. يبقى كام عشان اوصل لل 14؟ يبقى 5. نحط ال 5 جنب ال A جنب ال 4 كده. يبقى دي اصبحت 54. 54 ديفايدد 9 على طول في تيبل 9 تديني 6. نيجي اللي بعد كده. 5 ديفايدد 6 ما ينفعش. طالما اول ديجيت ما ينفعش بلاش تحط الزيرو، عشان الزيرو على الليفت ملوش معنى. طيب ناخد اول 2 ديجيتس 55. 55 ديفايدد 6 يديني كام؟ اقرب حاجه 54. بتيجي منين؟ من 6 تايمز 9، يبقى نحط ال 9 ايه؟ ال 9 كده. لما نقول 6 تايمز 9 ب 54 يبقى كام عشان اوصل لل 55؟ يبقى 1. طب ال 1 ده وديه فين؟ ال 1 ده نحطه جنب الزيرو كده. بص كده انت بعينك هنا تلاقي نفسك شايف ايه؟ شايف 10. 10 ديفايدد 6 يديني كام؟ يديني 1. يبقى كام من ال 10؟ يبقى 4. نحط ال 4 جنب ال 8 هنا كده. 48 ديفايدد 6 دي موجودة في تيبل 6 اللي هي 8. نيجي اللي بعد كده. 1 ديفايدد 9 ما ينفعش، ناخد ال 2 ديجيتس دول، يبقى 14 ديفايدد 9 يديني كام؟ يديني 1. يعني ال 14 فيها 1 9 واحدة بس. طب يبقى كام عشان أوصل لل 14 بعد ال 5؟ 10 11 12 13 14. تبص على صوابعك تلاقيهم 5، يبقى نحط ال 5 هنا كده. يبقى 58. طيب 58 ديفايدد 9 اقرب حاجه في تيبل 9 لل 58 نلاقيها ال 54. بتيجي منين؟ بتيجي من 9 تايمز ال 6. طيب 9 تايمز ال 6 ب 54، يبقى كام عشان اوصل لل 58؟ يبقى 4. نحط ال 4 جنب الزيرو كده، يبقى دي اصبحت 40. 40 ديفايدد ال 9 يديني 4. ليه؟ عشان 4 تايمز 9 ايكوال 36. ال 36 قربتني كتير من ال 40. طب يبقى كام عشان اوصل لل 40 بعد ال 36 37 38 39 40؟ يبقى 4. نحط ال 4 دي فين؟ جنب ال 5 هنا كده. يبقى دي كده اصبحت كام؟ 45. 45 موجوده في تيبل 9، ازاي؟ عشان 5 تايمز ال 9 ب 45. يبقى هنا يديني كام؟ يديني 5. نيجي اللي بعديها. 3 ديفايدد 7 ما ينفعش. يبقى ناخد 35. 35 ديفايدد 7 دي موجوده في تيبل 7 على طول. بكام؟ ب 5. نيجي بقى للديجيت اللي بعديه كده وناخد بالنا كويس قوي. هنا 0 ديفايدد 7 مش هينفع. طالما وانت شغال في النص خدت ديجيت وعملت له ديفيجن وما نفعش، لازم نحط هنا 0. دي اهم حته في الليسون بقى. الديجيت اللي مش هينفع تعمل له ديفيجن لازم تحط ايه؟ تحط 0 في الريزلت. طيب نعمل ايه بقى ليه؟ ناخد الديجيت اللي جنبه، يبقى 0 و7. 0 و7 اكنها 7،
يبقى 7 ديفايدد 7 يديني 1. هنرجع بقى ناخد مين؟ هناخد ال 1. اه لما اخد ال 1 هقول 1 ديفايدد 7 ولا هقول 14؟ لا هقول 1 ديفايدد 7. طب 1 ديفايدد 7 ينفع؟ ال 1 اصغر من 7 يبقى لازم احط 0. جميل. ناخد بعد كده الديجيت اللي جنبه اللي هو ال 4، يبقى 14 ديفايدد 7 يديني 2. يبقى اهم حته في المساله دي ايه؟ ان الديجيت اللي يكون اقل من الديفايزر لازم احط مكانه ايه؟ احط مكانه 0. طيب نيجي نشوف البروبلم دي. البروبلم دي هنا 2 ديجيت نمبر، الاسهل كتير نعملها فيرتيكال. وهنا عندي 2 ديجيت نمبر، هنا انا محتاج تيبل 13 وهنا محتاج تيبل 17، نكتبهم على جنب هنا. 1 تايمز 13 ايكوال 13، 2 تايمز 13 ايكوال 26، 3 تايمز 13 ايكوال 39. مش هحتاج اكتر من كده. زي ما بنعمل بالظبط في الفيرتيكال بنعمل في الهوريزونتال، بنبني التيبل وممكن اختار من التيبل. انت ممكن تحل كل المسائل بالهوريزونتال. بالمناسبه الهوريزونتال عباره عن ايه؟ هي الفيرتيكال، بس حته السبتراكشن انا بوضحها وانا شغال. هنا انت شايف ايه؟ شايف 2 ديجيتس، يبقى لما اجي ابدا على طول لازم اخد 2 ديجيتس. طيب 39 ديفايدد 13، تعال بص في التيبل بتاع ال 13 تلاقيها بتيجي منين؟ بتيجي من ال 3. يبقى 39 ديفايدد 13 يديني 3. نيجي ناخد اللي بعده، الديجيت اللي بعده اسمه ايه؟ اسمه 0. 0 ديفايدد 13 ينفع؟ ما تجيش تقول لي بقى هاخد 2، لا هناخد 1 1. ما تجيش تقول لي عشان هنا في 2 ديجيتس اخد هنا 2 ديجيتس مع بعض، لا ناخدهم واحد واحد. 0 ديفايدد 13 ما ينفعش، ال 0 less than 13 يبقى نحط 0 هنا. ناخد مين كمان؟ ناخد ال 1، يبقى 0 وجنبيه 1 يبقى 1. 1 ديفايدد 13 ما ينفعش، ال 1 ستيل سمولر، يبقى نحط 0. بعد كده ناخد مين؟ ناخد ال 3، يبقى دي 13. 13 ديفايدد 13 يديني 1. ويبقى مين في الاخر؟ يبقى الزيرو ده، 0 ديفايدد 13 يديني 0. نيجي البروبلم اللي بعد كده، لازم نكتب تيبل 17 في الدرافت. 1 تايمز 17 ايكوال 17، 2 تايمز 17 ايكوال 2 تايمز 7 14، 4 اند وي هاف 1، 2 تايمز 1 2 بلس 1 ايكوال 3، 3 تايمز 17 ايكوال 3 تايمز 7 21. حط 1 ونكري اب 2، 3 تايمز 1 از 3 بلس 2 از 5، 4 تايمز 17 ايكوال 4 تايمز 7 28، حط ال 8 ونكري 2، 4 تايمز 1 از 4 بلس 2 يديني 6، 5 تايمز از 17، 5 تايمز 7 35، حط ال 5 ونكري 3، 5 تايمز 1 5 و 3 8. نيجي بعد كده ال 6 تايمز ال 17. انا ليه ماشي كتير؟ عشان شايف انا هنا 111 دي انا محتاج اجيبها. 6 تايمز 7 42، ادي 2 ونكري 4. 6 تايمز 1 ب 6 و 4 10، لسه ما وصلتش لل 111. طب 7 تايمز ال 17، 7 تايمز 7 49، حط ال 9 ونكري 4. 7 تايمز 1 ب 7 و 4 11. تمام كده. تعالوا نبص مع بعضينا. هنا انا شايف 2 ديجيتس، يبقى ابدا ب 2 ديجيتس. الاقي ان ال 11 less than ال 17، يبقى لازم اخد الديجيت اللي جنبه كمان. يبقى انا عندي 111. ال 111 في تيبل 17 مين اقرب حاجه ليها؟ اقرب حاجه ليها ال 102. طيب ال 102 ديت ينفع اقول 119؟ لا، عشان عدينا ال 111. 102 دي بتيجي منين؟ 17 تايمز كام؟ 17 تايمز ال 6. واجي اشوف فاضل لي قد ايه من ال 102 عشان اوصل 111. نعد مع بعضينا 103 4 5 6 7 8 9 110 111، يبقى 9. يبقى نيجي نحط ال 9 جنب مين؟ جنب ال 1 ده كده. تبقى 91. نيجي نبص ال 91 مين اقرب حاجه ليها في التيبل؟ نلاقي مين؟ ال 85. بتيجي منين؟ بتيجي من ال 5، يبقى نحط هنا 5. طب انا وصلت لل 85، نعد عشان نوصل لحد ال 91. بعد ال 85 86 87 88 89
90 91 يبقى كام؟ يبقى 6. يبقى نحط ال 6 جنب ايه؟ جنب ال 1 كده، تبقى 61. ال 61 اقرب حاجه ليها مين؟ ال 51. يبقى نحط 3 من ال 51 عشان اوصل لل 61 كده 10. يبقى نحط ال 10 فين؟ نحط ال 10 جنب ال 2. يبقى لما تيجي تبص هنا كده تلاقي ايه؟ تلاقي 10 وجنبيها 2، تبقى 102. 102 ديفايدد 17 في التيبل بتيجي منين؟ من ال 6. يبقى نحط ايه؟ يبقى نحط ال 6. نيجي نشوف اكسرسايز 3 وبدايه بقى شغل الفيرتيك. هو هنا عايز يدربك على ايه؟ عايز يدربك انت هتعملها هوريزونتال عادي خالص، بس يبقى الشكل اللي انت بتعمل بيه تحط الايه؟ تحط السلم كده. طيب نيجي نشوف هنا 2 ديفايدد 4 ينفع؟ لا ما ينفعش. المفروض نحط 0، بس 0 على الليفت ما نكتبوش. يبقى انا مش عايزكم تكتبوا الزيرو وهو على الليفت. يبقى ناخد مين؟ ناخد ال 2 ديجيتس دول. يبقى 26 ديفايدد 4 اقرب حاجه في تيبل 4 لل 26 از 24. بتيجي منين؟ من ال 6. يبقى ال 6 تايمز 4 ب 24. واحنا بنشتغل فيرتيكال بقى كنا بنعمل ايه؟ كنا بنكتب هنا ال 24 ونطلع السبتراكشن اللي هو ال 2 وننزل جنبيه الايه؟ وننزل ال 4. لما بننزل ال 4 بتبقى جنبيه، لكن في الهوريزونتال بنعمل ايه؟ على طول بعينينا بطلع الديفرنس اللي هو ال 2 واحطه جنب ال 4. تمام؟ يبقى انا ممكن اشتغلها الفيرتيكال هو هو الهوريزونتال، بس ايه؟ بيوضح لك شويه السبتراكشن ازاي اتحط جنب الديجيت اللي جنب. يبقى 24 ديفايدد ال 4 يديني ايه؟ يديني 6. يبقى احنا هنا بنتدرب ازاي اشتغل هوريزونتال بس على الشكل بتاع السلم، عشان بقى احنا قدام هنشتغل كله بقى ايه؟ فيرتيكال. طيب 2 ديفايدد 3 ما ينفعش ناخد ال 2 ديجيتس دول. 29 ديفايدد 3 اقرب حاجه في تيبل 3 ال 27 بتيجي من ال 9. يتبقى ايه؟ يتبقى 2. طب كلمه يتبقى 2 ديت كنا هنجيبها ازاي احنا شغالين فيرتيكال؟ هنقول 9 تايمز 3، هنكتب هنا ال 27 ونعمل سبتراكشن ونطلع ال 2 وننزل جنبيها الايه؟ ال 4. لكن انا في الهوريزونتال على طول بعمل ايه؟ بقول يتبقى 2 اقوم حاططها على طول جنب الايه؟ جنب ال 4. يبقى هنا ال 24 ديفايدد ال 3 يديني كام؟ يديني 8. طيب 5 ديفايدد 7 ما ينفعش. 51 ديفايدد 7 اقرب حاجه في تيبل 7 مشهوره قوي ال 49 بتيجي من 7 تايمز 7. يبقى 49 الفرق ما بينها وما بين ال 51 كام؟ 2. نعمل ايه في ال 2 دي؟ نحطها هنا كده. 28 ديفايدد 7 يديني على طول 4. نيجي اللي بعد كده 6 ديفايدد 6 يديني 1. ناخد بالنا هنا بقى 2 ديفايدد 6 هنا ال 2 اقل من ال 6. اوعى تنسى تحط الزيرو، لازم احط الزيرو. ما ينفعش تقول لي اخد ال 24 على طول، لا ما ينفعش. لو كان هو اول ديجيت مش لازم احط فوق زيرو لانه بيكون على الليفت، لكن ده في النص. طيب 24 ديفايدد 6 يديني 4 على طول. 9 ديفايدد 7 يديني 1. يبقى كام من ال 9 بعد ما خدت منها 7 وقسمتهم؟ يبقى 2. اعمل ايه في ال 2 ديت؟ نحطها جنب ال 3. لما هنيجي نشتغل فيرتيكال هتلاقي ال 7 جت هنا وعملنا الماينس طلع 2 ونزلنا ال 3. تظهر لك ال 23 تحت، لكن هنا تظهر لك ال 23 فوق جنب بعضها كده. طيب 23 ديفايدد 7 يديني 3. ليه؟ عشان ال 3 تايمز ال 7 يديك 21. يبقى كام عشان اوصل لل 23؟ يبقى 2. اعمل ايه في ال 2 ديت؟ نحطها جنب ال 8. يبقى 28 ديفايدد 7 يديني 4. نيجي اللي بعديها 1 ديفايدد 8 ما ينفعش، ناخد ال 11. 11 ديفايدد 8 يديني 1. يبقى كام من ال 8 عشان اوصل لل 11؟ يبقى 3. نحط ال 3 هنا. تبقى 34. 34 ديفايدد ال 8 يديني 4. ليه؟ عشان 4 تايمز ال 8 يديني 32. قربت قوي من ال 34. طب فاضل لي قد ايه عشان اوصل لل 34؟ فاضل لي 2. نحطهم فين؟ نحطهم جنب ال 4 هنا كده. يبقى هنا 24 ديفايدد ال 8 يديني كام؟ يديني 3. اللي بعديها 1 ديفايدد 9 ما ينفعش، ناخد ال 4 اللي جنبها. يبقى 14 ديفايدد 9 يديني 1.
يبقى كام؟ يبقى 5. 50 divided 9 أقرب حاجة إيه؟ 45. ال 45 بتيجي من إيه؟ من 9 times ال 5. طب 45 عشان أوصل لل 50 فاضل لي قد إيه؟ فاضل لي 5، نحطها هنا كده. تبقى 54 divided 9 يديني 6. تمام؟ يبقى إحنا كده خلصنا، اتدربنا تماما على إزاي نعمل division horizontally. لازم برضك تبقى أنت عارف، سهلة مش صعبة. لكن احنا عايزين نعود نفسنا اكتر على الفيرتيكال لان هي الموست بوبيلر، مشهوره قوي. طيب نيجي نشوف مع بعضينا اكسرسايز 4. بيقول لي كومبليت از ان ذا اكزامبل. في الاكسرسايز ده هو عايز يعرفك ان الديفيدنت ده اكبر حاجه، وان الديفيدنت ده بيجي منين؟ بيجي من الديفايزر تايمز الكوشنت، ولو في ريمايندر نزوده عليه عشان نوصل للايه؟ للديفيدنت. طب نفهم الاكزامبل ده كويس. انا عندي ال 43، ال 43 divided 5، مين اقرب حاجة في table 5 لل 43؟ اقرب حاجة ال 40. طب ال 40 بتيجي من ايه؟ بتيجي من 5 times 8، يبقى ال 8 دي بنسميها الكوشنت. طيب والديفايزر طبعا 5، فيش في مشكلة خالص، 43 divided 5. طب انا لما وصلت لل 40 هل انا وصلت لل 43؟ لا، انا فاضل لي حبة عشان اوصل لل 43 اللي هما بنسميهم الريميندر، يبقى الباقي كام؟ 3. طب تعالوا بقى نشوف ال 43 دي بقى لما اجي اكتبها كده اهو، نكتبها ازاي؟ نقول ان هي 5 تايمز ال 8 بلس ال 3. يبقى دي العلاقه ما بين الديفيدنت والديفايزر والكوشنت والريمايندر. طيب طبعا التيبل يا جماعه مهم جدا، لازم تكون حافظ التيبل كويس. لو انت شايف الكلام ده صعب، اول ما هتحفظ التيبل هتلاقي الكلام ده بقى سهل قوي. طيب نيجي نشوف هنا 77 divided 9، مين هنا الديفيدنت؟ ال 77. مين هنا الديفايزر؟ ال 9. طيب الكوشنت بقى مين اللي هو مين؟ اقرب حاجه في تيبل 9 توصلني للنمبر ده، اقرب حاجه عندي لل 77 72. بتيجي منين؟ بتيجي من 9 تايمز ال 8. طيب ال 72 بقى فاضل لها قد ايه عشان توصل لل 77؟ فاضل لها 5. يبقى لما اجي اكتب الديفيدنت بيكوال ايه من الديفايزر والكوشنت والريميندر، نقول كده ان ال 77 بتيكوال الديفايزر تايمز الكوشنت بلس الريميندر. الاكزامبل ده على قد ما هو سهل لكن مهم جدا عشان بيزود ادراكك في العلاقه ما بين الايه؟ الاربع حاجات دول وبعض. طب هنا 52 ديفايد 3 يديني كام؟ الديفيدنت عندي 52، الديفايزر 3. طب الكوشنت هجيبه ازاي؟ تعال نشتغل عادي، 5 ديفايد 3 يديني 1، يبقى ايه؟ يبقى 2. 22 ديفايد 3 يديني كام؟ يديني 7. اقرب حاجه في تيبل 3 توصلني لل 22 21 بتيجي من ال 7. طب فاضل لي قد ايه عشان اوصل لل 21؟ فاضل لي 1، هو ده اللي يتحط از ريمايندر. يبقى انا عندي الريليشن هتكون عباره عن ايه؟ الديفيدنت عندي اللي هو ال 52 ده بيكوال معايا 3 تايمز ال 17 بلس ال 1. نيجي نشوف هنا 67 ديفايدد 5، الديفيدنت 67، الديفايزر ال 5. يلا نعمل division. 6 divided 5 يديني 1 and we have 1 as a remainder. 17 divided 5 أقرب حاجة في table 5 لل 17 ال 15 بتيجي من 5 times 3، يبقى كام؟ يبقى 2. ما عنديش digit هنا أحطها جنبها، يبقى نحط 2 as a remainder. يبقى أنا عندي ال 67 لما هقسمهم 5 خمسات هقدر أقسمهم 13 جروب، ويبقى كام؟ معرفش اقسمه، يبقى 2. يبقى انا عندي 67 هت ايكوال 5 تايمز ال 13 بلس مين؟ بلس 2. نيجي نشوفها، الديفيدنت 84، الديفايزر 9، اقرب حاجه في تيبل 9 لل 84، احنا عارفين ان 9 تايمز 9 ب 81، لازم تكون قوي في التيبل عشان تعرف، يبقى عندك ايماجينيشن تعرف النمبرز فين. طيب يبقى الكوشنت 9،
من ال 81 لل 84 فاضل لي قد ايه؟ فاضل لي 3. يبقى ال 84 بتيكوال معايا 9 تايمز ال 9 بلس مين؟ بلس ال 3. نيجي اللي بعد كده، الديفيدنت عندي 52 والديفايزر 4، يبقى 52 ديفايدد الايه؟ ال 4. 5 ديفايد 4 يديني 1، ويبقى مين؟ يبقى 1. ال 1 هنا يتحط جنب ال 2. 12 ديفايدد 4 يديني 3. ايه ده؟ ينفع ما يكونش في ريميندر؟ اه، ايه المشكله؟ يبقى الريميندر عندي از ايه؟ الزيرو. يبقى انا عندي هنا على طول ال 52 هتيكوال ايه؟ ايكوال ال 4 تايمز الايه؟ ال 13. مش هكتب بقى بلس زيرو عشان انا كده ما عنديش ريميندر. طب نيجي هنا، الديفيدنت كام؟ 654 ديفايدد مين؟ ديفايدد ال 3. 6 ديفايدد 3 از 2. 5 ديفايدد 3 1. يبقى عندي كام؟ يبقى 2. 24 ديفايدد 3 موجوده في التيبل، تديني ايه؟ تديني 8. ايه ده، يعني ما عنديش ريميندر؟ اه ما عندناش ريميندر هنا كمان. يبقى على طول الديفيدنت بتاعي اللي هو 654 هيكوال معايا 3 تايمز 280. اللي بعديها الديفايزر 7 والكوشنت 9 والريميندر 2. الله، طب انا اجيب الديفيدنت ازاي؟ طب انت عارف ان الديفيدنت عباره عن ده تايمز ده بلس ده. يبقى انا عندي ال 7 تايمز ال 9 بلس ال 2 يديني مين؟ الديفيدنت. طب ال 7 تايمز ال 9 بكام؟ 7 تايمز 9 ب 63 بلس ال 2 3 بلس 2 5 وال 6 تنزل. يبقى انا عندي اكنها 60 ايه؟ 65. يبقى الديفيدنت 65 والاوبريشن بتاعتي 65 ديفايدد مين؟ ديفايدد 7. الاكسرسايز ده يا جماعه مهم جدا، ما تستهونش باي اكسرسايز. الاكسرسايز مكتوب عشان تطلع منه بمعلومات تفيدك وتخليك قوي في الماثيماتكس. تعالوا مع بعضينا نشوف اكسرسايز 5. هنبتدي بقى نشتغل مع بعضينا الفيرتيكال او اللونج ديفيجن. اول حاجه في مساله اللونج ديفيجن، انا عندي هنا ديفايدد كام؟ ديفايدد 12. نبتدي نكتب التيبل بتاع ال 12 هنا. يبقى 1 تايمز 12 ايكوال كام؟ ايكوال 12. 2 تايمز 12 ايكوال كام؟ 24. 3 تايمز 12 36. 4 تايمز 12 48. 5 تايمز 12 ايكوال 60، وال 6 تايمز 12 ايكوال كام؟ ايكوال 72. ونيجي نعمل السلم بتاع اللونج ديفيجن اهو كده اهو. نكتب هنا ال 300 ونكتب هنا الايه؟ ال 12. احنا شايفين هنا ايه؟ 2 ديجيتس، يبقى لازم ابدا ب 2 ديجيتس. يبقى ناخد ال 30 ونشوف ال 30 ديفايدد ال 12 يديني ايه. نروح نبص في التيبل هنا نشوف ال 30 موجوده ما بين ايه وايه. ال 30 موجوده ما بين ال 24 وال 36. يبقى نعمل سهم هنا كده، موجوده في الحته دي كده. طب نعمل ايه؟ اروح ابص على اللي فوق السهم الاقي عندي ال 24، يعني ال 24 دي موجوده جوه ال 30. طب ال 24 دي لما هعمل لها ديفيجن ال 12 يديني كام؟ يديني 2. جميل، يبقى نكتب هنا الايه؟ نكتب هنا ال 2. طيب انا كده عندي، احنا بنقول 30، يبقى لازم اعرف انا بقى كام من ال 30 زي ما كنا بنعمل في الهوريزونتال. بنعملها ازاي؟ اقول كده 2 تايمز ال 12 24، ونحط الايه؟ ونحط الماينس، ونعمل بعد كده سبتراكشن. اسبتراكت ال 24 فروم ال 30. 0 ماينس 4 ما ينفعش، نبرو 1 من ال 3 تبقى 2 وال 0 تبقى 10. 10 ماينس 4 از 6. قبل كده كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقول انا فاضل لي قد ايه من ال 24 عشان اوصل لل 30، وكنا بنطلع ال 6 دي في دماغنا، ما بنكتبش السبتراكشن كده، كنا بنعمله في دماغنا على طول. المره دي احنا هنعمل ايه؟ لا، هننزل ال 0.
الزيرو لما نزل جنب ال 6 اصبح ايه؟ اصبح 60. 60 ديفايدد 12 يديني ايه؟ نبص على التيبل نلاقيها موجوده اصلا. طيب يبقى ال 60 ديفايدد 12 فيها كام؟ فيها ال 5. يبقى نكتب هنا ايه؟ نكتب هنا 5. وبعد كده نقول ايه؟ 5 تايمز 12 يديني ايه؟ يديني 60. لما نيجي نبص نعمل لهم ماينس يديني 0 ايه؟ 0 0. طالما وصلنا ل 0 0 يبقى المساله انتهت. يبقى معنى كده ان انا هنا الانسر از 20 ايه؟ 25. نيجي اللي بعديها. اول حاجه نعملها نكتب تيبل 17. يبقى 1 تايمز 17 ايكوال كام؟ ايكوال 17. 2 times 17, 2 times 7, 14, 4, and we have 1. 2 times 1 is 2 plus 1, يديني 3. 3 times 17, 3 times 7, 21, 1, هنكاري 2. 3 times 1 is 3 plus 2, 5. بعد كده 4 times 17. 4 times 7, 28, يبقى نكتب ال 8 ونكاري 2. 4 times 1 is 4 plus 2 is 6. نعمل 5 times الـ 17. 5 times 7 35. نكتب الـ 5 ونكاري 3. 5 times 1 is 5 plus 3 يديني 8. بعد كده 6 times 17. 6 times 7 42. 2 هنكاري 4. 6 times 1 is 6 plus 4 يديني 10. في المسائل هنشتغل اول 6 نمبرز وبعد كده لو احتاجنا اكتر نزود بعد كده. نيجي نعمل علامه اللونج ديفيجن. هنا 646 وهنا كام؟ 17. هنا 2 ديجيتس يبقى هاخد ايه اول 2 ديجيتس. نيجي نشوف 64 ديفايدد 17 يديني ايه؟ اروح ابص على التيبل الاقي 64 مش موجوده. طب هي ما بين ايه وايه؟ ما بين ال 51 وال 68. جميل. يبقى نبص على اللي فوق ده في كام 17؟ في 3. يبقى نكتب هنا 3. وارجع اقول 3 تايمز ال 17 نكتب دايما اللي فوق السهم ده ال 51. ونعمل ماينس. 4 ماينس 1 يديني ايه؟ يديني 3. وال 6 ماينس 5 يديني 1. بعد كده نعمل ايه؟ ننزل ال 6. قبل كده ال 13 دي كنت بحطها جنب ال 6 هنا، لا المره دي هننزل ال 6. تبقى 136. لما نيجي نعملها بقى ديفايد 17 نبص في التيبل مش موجوده، يبقى انا محتاج ازود التيبل. يبقى نعمل هنا 7 تايمز ال 17. 7 تايمز 7 49 9، ونحط هنا 4. 7 تايمز 1 يديني 7 بلس 4 11. لسه ما وصلناش. 8 تايمز 17. 7 تايمز 8 56، حط ال 6 ونكاري 5. 8 تايمز 1 يديني 8 بلس ال 5 يديني 13. تعالوا نبص وصلنا لل 130 ايه؟ 36. يبقى 136 ديفايدد 17 دي موجوده في التيبل يديني ايه؟ يديني ال 8. يبقى نكتب ال 8 فين؟ نكتب ال 8 هنا كده. ونرجع نقفل المسألة، أعمل تايمز ما بين ده وما بين ده، كده كده بيديني النمبر اللي في التيبل، يبقى 136. نعمل ماينس، 6 ماينس 6 يديني 0، 3 ماينس 3 يديني 0، 1 ماينس 1 يديني 0، خلصت معايا المسألة. يبقى الكوشنت بتاعي أو الحل بتاعي عبارة عن إيه؟ الـ 38. نيجي اللي بعد كده. بديفايد على ايه؟ على ال 16. يبقى نكتب هنا تيبل 16. 1 تايمز 16 ايكوال 16. 2 تايمز 16 ايكوال 2 تايمز 6 12. نكتب ال 2 ونكاري 1. 2 تايمز 1 از 2 بلس 1 يبقى 3. 3 تايمز 16. 3 تايمز 6 18. نكتب ال 8 ونكاري 1. 3 تايمز 1 3 بلس 1 يبقى 4. بعد كده 4 times 16. 4 times 6 24. هنكتب ال 4 ونكاري up 2. 4 times 1 is 4 plus 2 is 6. 5 times 16. 5 times 6 30. 0 هنكاري 3. 5 times 1 5 plus 3 يبقى 8. بعد كده ال 6 times 16. 6 times 6 36. يبقى ال 6 وهنكاري 3.
6 تايمز 1 از 6 بلس 3 بقى ايه؟ يبقى 9. نيجي نعمل العلامة بتاعة اللونج ديفيجن، نكتب هنا 384 وهنا ايه؟ وهنا 16. نبدأ بمين؟ بال 38. 38 ديفايدد 16. نبص في التيبل فين ال 38؟ ال 38 موجودة هنا كده. نبص على اللي فوق السهم ال 32 فيها كام؟ 16 فيها 2. يبقى هنا نحط ايه؟ نحط 2 وارجع اكتب ال 32 تحت هنا. او 2 تايمز ال 16 ب 32، نعمل ايه؟ ونعمل ماينس. في الهوريزونتال كنت بعمل الحته دي كلها في دماغي. 8 ماينس ال 2 يديني 6 و 3 ماينس 3 يديني 0. نعمل ايه بعد كده؟ انزل ال 4 دي. بعد ما نزلت ال 4 لقيت هنا مين؟ 64. ابدا اعيد تاني الخطوات. 64 ديفايدد 16 يديني ايه؟ اروح ابص على التيبل الاقي 64 اصلا موجوده في التيبل. بتيجي من ايه؟ من 4 تايمز 16، يبقى يديني ايه؟ يديني 4. يبقى نكتب ال 4 هنا كده. وبعد كده نقول ايه؟ 4 تايمز 16 ب 64. نعمل ماينس يديني 0 ايه؟ 0 0. يبقى احنا كده خلصنا. يبقى الكوشنت بتاعي كام؟ 24. نكتبه هنا كده. نيجي نشوف مع بعضينا بروبلم دي. هنا بعمل ديفيجن اوفر 19، يبقى لازم اول حاجة ابدأ بتيبل 19. two times 19 two times 9 18 8 وحن carry 1 two times 1 is 2 plus 1 is 3 بعد كده 3 times 19 two times 9 27 7 وحن carry 2 two times 3 is 3 plus 2 يديني 5 four times 9 36 6 وحن carry 3 4 times 1 is 4 plus 3 is 7 times 9 55 5 وحن carry up ال 4 5 times 1 is 5 plus 4 is 9 بعد كده نشوف ال 6 times 19 6 times 9 56 حط ال 6 وحن carry up ال 5 6 times 1 6 plus 1 11 نعمل علامة الديفيجن 646 divided mean divided in 19. نبدأ بأول 2 digits عشان بعمل division over a over 2 digit number. ال 64 موجودة هنا فين؟ هنلاقيها ما بين ال 57 وال 76 موجودة هنا كده. نعمل ايه؟ نشوف النمبر اللي فوق السهم فيه كام 19؟ نلاقي فيه كام؟ فيه 3. يبقى نكتب هنا ايه؟ 3. وبعد كده نقول 3 times ال 19 هيديني ال 50 ايه؟ ال 57. بعد كده نعمل ماينس 4 ماينس 7 ما ينفعش، هنبر 1 من ال 6 تبقى 5 وال 4 تبقى 14. 14 ماينس 7 يديني 7. ننزل بعد كده ال 6 يبقى انا عندي 76. اشوف 76 ديفايدد 19، نروح نبص على التيبل اللي احنا عملناه نلاقي ال 76 موجوده فين؟ اهي. طب ال 76 بتيجي منين؟ 4 تايمز ال 19، يبقى 76 divided 19 يديني 4 على طول. يبقى نكتب على طول 4 و 4 times 19 تبقى 76. نعمل ماينس طبعا هيديني ايه؟ 0 و 0. يبقى الانسر بتاعتي از 34. نيجي اللي بعديها نعمل تيبل ال 18. 1 times 18 equal 18 2 times 18 2 times 8 equal 6 وحن carry up 1 2 times 1 is 2 plus 1 يديني 3 3 times 18 3 times 8 24 هنكتب ال 4 و carry up 2 3 times 1 is 3 plus 2 يديني 5 4 times 18 4 times 8 32 نكتب ال 2 و carry up 3 4 times 1 is 4 plus 3 يديني 7 5 times 18 5 times 8 40 0 هن carry up 4 5 times 1 is 5 plus 4 يديني 9 بعد كده 6 times 18 6 times 8 equal 48 ادي ال 8 وهن carry up 4 6 times 1 is 6 plus 4 is 10
نعمل العلامة بتاعت اللونج ديفيجن 774 divided ال 18. ناخد أول 2 ديجيتس عشان عندي هنا 2 ديجيت نمبر. 77 divided 18، أروح أشوف التيبل هنا ال 77 موجودة فين؟ نلاقيها موجودة ما بين ال 72 وال 90. يبقى نبص على ال 72 نشوفها فيها كام 18، جاية من إيه؟ من 4 تايمز ال 18. يبقى أكتب هنا على طول ال 4، وبعد كده أكتب هنا ال 72. ليه؟ عشان 4 تايمز ال 18 ب 72. وبعد كده نعمل ماينس 7 ماينس 2 يديني ال 5، 7 ماينس 7 يديني 0. نعمل ايه؟ نبتدي ننزل الديجيت اللي عليه الدور اللي هو مين؟ ال 4. ننزل ال 4 وبعد كده نعيد تاني الخطوات. 54 ديفايدد ال 18 يديني كام؟ نروح نبص في التيبل نلاقي ال 54 موجوده، دي عباره عن 3 تايمز ال 18، يبقى نختار على طول ال 3. يبقى ال 54 ديفايدد ال 18 يديني 3. وبعد كده نقول ايه؟ 3 تايمز ال 18 يديني ال 54، ونعمل ماينس يبقى 0 ايه؟ و 0. يبقى كده المساله خلصت معايا. الحل بتاعها ايه؟ 43. المساله اللي بعد كده، اول مبدا المساله نعمل تيبل 26. 2 تايمز 6 12، 2 وهنكاري اب 1. 2 times 2 4 plus 1 يديني 5. 3 times 6 18 8 وهنكاري اب 1. 3 times 2 is 6 plus 1 يديني 7. 4 times 6 equal 24، حط ال 4 ونكاري اب 2. 4 times 2 is 8 plus 2 يديني 10. 5 times 6 30 0 هنكاري اب 3. 5 times 2 10 ومعانا 3 يبقى 13. 6 times 6 36 6 وهنكاري اب 3. 6 times 2 12 plus 3 يديني 15. نعمل العلامة بتاعت الديفيجن 1196 divided 26. نلاحظ مع بعضينا هنا ان انا لو خدت ال 11، ال 11 less than ال 26، يبقى ما ينفعش اخد ال 11. يبقى هنعمل ايه؟ ناخد ال 119، ناخد اول 3 digits. طيب 119 divided 26، نبص على التيبل نشوف ال 119 موجوده فين؟ ما بين ايه وايه؟ نلاقيها ما بين ال 104 وال 130. نروح نبص على 104 نشوف فيها كام؟ 26. نلاقي فيها كام؟ نلاقي فيها 4. نكتب هنا 4 على طول، وبعد كده نكتب هنا 104 ونعمل ماينس 9 ماينس ال 4 يديني 5، 1 ماينس 0 يديني 1. نعمل ايه بعد كده؟ ننزل الديجيت اللي عليه الدور اللي هو ال 6، ونرجع نقول 156 divided 26. نروح نبص على التيبل نلاقيها موجودة هنا اهي. بتيجي منين؟ بتيجي من 6، يبقى نحط ال 6 فوق. يبقى 6 تايمز 26 اللي هي 156. نعمل ماينس طبعا كله ايه؟ كله 0. يبقى خلصت معايا المسألة كده، والحل بتاعها از 46. نيجي نشوف بروبلم جي. هنعمل ديفيجن اوفر 27، يبقى لازم اعمل تيبل 27. two times seven 14 four وهنكاري up one. two times two is four plus one يديني five. three times seven 21 one وهنكاري up two. two is six plus two is eight. four times seven 28 eight وهنكاري up two. four times two is eight plus two is 10. تعال نكمل على كده، ولو احتاجنا اكتر نحاول ايه نزود. نعمل علامه اللونج ديفيجن 3618 ديفايدد 27. ناخد اول 2 ديجيتس عشان عندي هنا 2 ديجيتس. 36 موجوده فين في التيبل؟ موجوده هنا ما بين ال 27 وال 54. يبقى نطلع على ال 27 نشوف
8 تايمز 27 1 تايمز 27 يبقى هنا هنحط ايه؟ هنحط 1. طيب 1 تايمز 27 يديني 27، بقى كده نعمل ماينس 6 ماينس 7 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 3 تبقى 2 وال 6 تبقى 16. 16 ماينس 7 يطلع 9. نعمل ايه بعد كده؟ ننزل ال 1. لما ينزل ال 1 تبقى ايه؟ تبقى 91. 91 ديفايدد 27، نبص في التيبل نلاقيها في الحته دي كده between ال 81 وال 108. طب ال 81 فيها كام 27؟ 3. يبقى ناخد على طول ال 3 ونكتب هنا ال 81. ليه؟ لان انا هقول لك 3 تايمز ال 27 بال 81. نعمل ماينس 1 ماينس 1 از 0، 9 ماينس ال 8 يديني 1. مين ينزل بعد كده؟ ال 8. لما اجي انزل ال 8 يبقى عندي 108. 108 ديفايدد 27، نبص هنا كده نلاقيها جايه فين؟ هنا كده. يديني كام؟ يديني 4. يبقى هنا يديني ايه؟ يديني 4. وبعد كده نقول 4 تايمز 27 ب 108 ونعمل ماينس، هيديني كله ايه؟ زيروز. يبقى انا خلصت المساله. يبقى هنا 134. اللي بعديها نعمل تيبل 48. 2 تايمز 8 16، 6 اند هاف 1. 2 تايمز 4 از 8 بلس 1 يديني 9. 3 تايمز 8 24، 4 وهنكاري اب 2. 3 تايمز 4 12 و2 14. 4 تايمز 8 32، 4 تايمز 4 16 و 3 19. طيب انا عندي هنا في الاول ده انا هبدا ب 273، لسه نكمل. 5 تايمز 8 40، 0 هنكاري اب 4. 5 تايمز 4 20 و 4 يبقى 24. 6 تايمز 8 48، حط ال 4. 6 تايمز 4 24 ومعانا 428. نعمل علامة الديفيجن. 27 ديفايدد 48 ما ينفعش عشان ال 27 لزان ال 48. نعمل ايه؟ ناخد اول 3 ديجيتس نلاقي 273، نبص في التيبل نلاقيها فين؟ نلاقيها هنا كده. طيب نبص 4 بقى اللي هي اللي قبليها نشوف فيها كام 48، نلاقي فيها 5. يبقى نحط ال 5 هنا ونقول 5 تايمز ال 48 هيطلع معايا 240 ونعمل ماينس 3 ماينس 0 يديني 3، 7 ماينس ال 4 يديني 3. نعمل ايه؟ ننزل ال 6 الاقي 336. نمشي في التيبل كمان شوية عشان لسه ما وصلتلهاش. يبقى 7 تايمز ال 48، 7 تايمز ال 8 56، ادي ال 6 وهنكاري اب ال 5. 7 تايمز ال 4 28، 28 و5 يبقى 33. وصلتلها هنا اهي. يبقى 336 ديفايدد ال 48 يديني كام؟ يديني 7. يبقى نكتب هنا الايه؟ ال 7 ونكتب هنا 336 ونعمل ماينس، خلصت معايا الايه؟ المساله. يبقى الانسر بتاعتي از ال 57. زي ما انتم ملاحظين ان انا بعتمد جدا ان انا اكون عارف التيبل، لو ما عرفتش تبني التيبل ده المساله مش هتتحل معاك. طيب اللي بعديه نعمل التيبل بتاع ال 56. three times six 18 8 وهن carry up 1. three times five 15 1 16. four times six 24 ادي الفور وهن carry up 2. four times five 20 و 2 22. طيب نعمل كده نجرب كده يمكن ما نحتاجش اكتر من كده.
20 divided 56 ما ينفعش عشان ال 20 less than ال 56 يبقى ناخد ديجيت كمان يبقى 207. نيجي نبص هنا فين ال 207 ما بين which two numbers ما بين اي two numbers عندي هنا ما بين دول between النمبر ده والنمبر ده نعمل ايه نبص 168 فيها كام 56 فيها 3 يبقى نكتب هنا 3 وبعد كده نكتب ده نكتبه تحت هنا يبقى 168 نعمل ماينس 7 ماينس 8 ما ينفعش هنبور 1 من الزيرو مش هينفع يبقى ناخد من ال 2 تديني 1 وهنا يبقى 10 وخدت منه 1 يبقى 9 وال 7 تبقى 17 17 ماينس ال 8 يديني 9 و 9 ماينس ال 6 يديني 3 نعمل ايه ننزل ال 2 طيب نيجي نبص هنا مش موجود في التيبل يبقى نكمل 5 times 6 equals 30 0 1 carry up 3 5 times 5 25 or 3 28 6 times 6 36 6 1 carry up 3 6 times 5 30 ومعايا 3 يبقى 33 7 times 6 42 حط 2 and carry up 4 7 times 5 35 و4 يبقى 39 وصلت اهو دي اللي انا عايزها يبقى 392 divided 56 يديني كام؟ يديني 7 يبقى نكتب هنا كام؟ نكتب هنا 7 يبقى 7 times 56 392 نعمل ماينس يبقى كله ايه؟ كله زيروز يبقى انتهت معايا المسألة والحل بتاعي از ايه؟ 37 بروبلم جي هنعمل ديفيجن على 35 يبقى أول حاجة نعملها التيبل بتاع 35 3 times 5 15 5 وهن carry up 1 3 times 3 9 1 يبقى 10 3 times 5 20 0 هن carry up 2 3 times 4 12 و2 14 ناخد ال 10 divided 35 ما ينفعش يبقى ناخد الديجيت اللي بعده 108 نبص هنا ال 108 موجوده فين موجوده between 105 و 140 يبقى ناخد اللي فوق السهم 105 نشوفه ايه مع ال 35 نلاقي 3 يبقى نحط هنا الايه؟ ال 3 ونحط هنا 105 نعمل ماينس 8 ماينس ال 5 يديني 3 0 ماينس 0 ب 0 1 ماينس 1 ب 1 ننزل مين؟ ننزل ال 5 نلاقي 35 ديفايدد 35 اللي هي ايه؟ اللي هي 1 يبقى يديني 1 يبقى هنا اكتب ال 35 وما عنديش ايه؟ وما عنديش ريميندر يبقى المساله خلصت معايا يبقى الحل بتاعها از 31 اللي بعديها نعمل تيبل 63 2 times 3 is 6 2 times 6 is 12 3 times 3 is 9, 3 times 6 is 18, 4 times 3 is 12, 4 times 6 is 24, 125, 5 times 3 is 15, 5 times 6 is 31, 31. 6 times 3, 18. 6 times 6, 36, 137. تعالوا نبدأ كده. ما ينفعش عشان لزان 64. يبقى ناخد الديجيت اللي جنبه. يبقى 481. نيجي نبص لسه محتاجين ايه؟ نكمل تاني. 7 times 3 21 1 وهن carry 2 7 times 6 42 2 يبقى 44
8 times 3 24 8 times 6 48 و 2 يبقى 50 يبقى ال 481 ما بين A و A ما بين 441 و 504 نروح على طول نبص على اللي فوق السهم 441 نلاقيه في كام 63 في 7 يبقى نحط ال 7 هنا ونحط هنا كده 441 ونعمل الماينس 1 ماينس 1 يديني 0 8 ماينس 4 يديني 4 وال 4 ماينس 4 يديني 0 ننزل مين؟ ننزل ال 9 نيجي نبص 409 موجوده هنا ما بين ال 378 وال 441 نبص على اللي فوق السهم 378 في كام 63 في 6 يبقى نحط ال 6 هنا ونكتب هنا 378 ونعمل ماينس 9 ماينس 8 يديني 1 0 ماينس 7 ما ينفعش نبور 1 هنا يبقى 10 وهنا يبقى 3 10 ماينس 7 يديني 3 و 3 ماينس 3 يديني 0 ننزل بعد كده الديجيت اللي بعده اللي هو ال 5 يبقى 315 ديفايدد 63 نبص هنا اللي هي هنا بتيجي منين من ال 5 يبقى ناخد هنا ايه 5 ب 315 بعد كده نعمل ماينس هيديني كله ايه كله زيروز يبقى خلصت معايا المساله والحل بتاعها از 765. نيجي اللي بعد كده يلا نعمل تيبل 4 times 3 12 2 and care of 1 4 times 4 16 1 يديني 17 هنا 5 and care of 1 6 times 3 18 8 and care of 1 6 times 4 24 1 25 7 times 43 7 times 3 21 1 and carry up 2 7 times 4 28 1 يبقى 30 كده 8 times 43 8 times 3 24 4 and carry up 2 8 times 4 32 و 2 يبقى 34 هنا 9 times 43 9 times 3 27 7 and carry up 2 9 times 4 36 و 2 يبقى 38 وطبعا ال 10 times 48 430 38 divided 43 ما ينفعش عشان طبعا ال 38 لزان ال 43 ناخد ال 5 معانا تبقى 385 نبص هنا في التيبل نلاقيها موجودة فين؟ موجودة هنا كده ما بين ال 344 وال 387 طيب نيجي نبص على اللي فوق السهم اللي هو 344 نشوف فيه كام 43 يعني جاي لي من 43 تايمز كام؟ تايمز 8 يبقى اكتب هنا ال 8 ونكتب هنا كده 348 نعمل ماينس 5 ماينس 4 يديني 1 8 ماينس 4 يديني 4 وننزل مين؟ وننزل ال 7 417 موجوده فين؟ موجوده هنا كده اللي قبل السهم مين؟ ال 9 يبقى عندي نكتب هنا 9 يبقى 9 تايمز ال 43 ب 387 7 ماينس 7 يديني 0 1 ماينس 8 ما ينفعش نعمل بورو من ال 4 تبقى 3 وال 1 تبقى 11 11 ماينس 8 يديني 3 بعد كده نعمل ايه ننزل الديجيت اللي عليه الدور اللي هو ال1 تبقى 301 نبص في التيبل نلاقيها موجوده هنا اهي جايه منين من ال7 يبقى 301 ديفايدد ال43 يديني ايه يديني 7 يبقى هنا 300 اند ايه اند 1 نعمل ماينس يديني كله ايه كله 0 يبقى الحل بتاعي 898 Exercise 6 بيقول لي find the quotient and the remainder for each of the following.
يعني ايه؟ يعني في عندي ريميندر، يعني المساله لما هتيجي نمشي فيها مش هتخلص معايا 0 ب 0. طيب نبدا المساله دي، نكتب تيبل 68 3 times 8 24 4 وعندنا 2 3 times 6 18 و2 يبقى 20 4 times 8 32 2 وهنكري up 3 4 times 6 24 و3 يبقى 27 5 times 8 40 0 ومعنا 4 5 times 6 30 و4 يبقى 34. تعالوا نشوف كده ولو احتاجنا اكتر نزود.23 divided 68 مش هينفع عشان ال 23 less than 68، يبقى ناخد معانا ال 1. يبقى 231 divided 68. نبص هنا نشوف ال 231 موجودة فين، اللي هي موجودة هنا كده. طيب ناخد اللي قبلها 204 نشوف فيها كام 68، فيها كام؟ فيها 3. يبقى نبدأ بإيه؟ نحط هنا 3 وبعد كده نحط هنا ال 204، نحطها تحت النمبر اللي احنا هنشتغل عليه. نعمل ماينس 1 ماينس ال 4 ما ينفعش، هنبر 1 من ال 3 تبقى 2 وال 1 يبقى 11. 11 ماينس ال 4 يديني 7، 2 ماينس 0 يديني 2. مين اللي ينزل؟ ننزل بعد كده ال 2. 272 divided 68. نبص هنا في التيبل ليها جابت ايه؟ جايه معايا 4، يبقى هيديني 4. يبقى هنا 272 نعمل بعد كده ماينس يديني ايه؟ زيروز. طالما انتهت معايا المسألة على زيروز يبقى انا كده ما عنديش ريميندر، يبقى الريميندر عندي بكام؟ الريميندر عندي بزيرو. يبقى الكوشنت نكتب is كام؟ 34 and the remainder is zero. نيجي اللي بعديها، لازم نكتب تيبل 5 times 62. 5 times 2 0 have 1. 5 times 6 31 يبقى 31. نشوف 6 times 62. 6 times 2 12 2 and we have 1. 6 times 36 1 يبقى 37. هنا 3423 divided 62. 34 divided 62 ما ينفعش، هناخد ديجيت كمان. يبقى 342 divided 62. نيجي نبص هنا نلاقي 342 موجودة هنا كده. نعمل ايه؟ نشوف النمبر اللي فوقيها اللي هو فوق السهم، نشوف فيه كام 62. نلاقي فيه كام؟ نلاقي فيه 5. يبقى نبدأ نحط هنا 5 وبعد كده نقول 5 times 62 يديني 300 and ايه؟ and 10 اللي هو النمبر ده. ونعمل minus 2 minus 0 يديني 2، 4 ماينس 1 يديني 3. بعد كده نعمل ايه؟ ننزل ال 3. يبقى 323 موجودة فين؟ موجودة برضو هنا. يبقى نحط ايه؟ نحط another 5 وهنا نكتب 300 and ايه؟ and 10 ونعمل ماينس 3 ماينس 0 يديني 3، 2 ماينس 1 يديني ايه؟ يديني 1. نبص هنا هل في حاجة نزلها؟ لا مفيش حاجة نزلها، يبقى المسألة خلصت معايا على كده. طب خلصت فين الحل بتاعي؟ الحل بتاعي متكون من كوشنت وريميندر.
يبقى الكوشنت از ال 55 والريميندر ال 13. اللي بعديها نعمل تيبل 28 carry up 3, 4 times 2 equal 8 و 3 11, 5 times 8 40, 0 معنا 4, 5 times 2 10 ومعنا 4 يبقى 14, 93 divided 28. ال 93 موجودة فين؟ موجودة هنا كده. نبص على اللي قبليها اللي هو ال 84 نلاقي فيه كام 28 نلاقي فيه 3 نكتب ال 3. 3 تايمز ال 28 هيديني ال 84 نعمل ماينس 3 ماينس ال 4 ما ينفعش نبور 1 من ال 9 تبقى 8 وال 3 تبقى 13 13 ماينس ال 4 يديني ال 9 ننزل بعد كده ال 2 يبقى 92 ديفايدد 28 نفس الكلام موجوده في نفس الحته هنا برضو ناخد بردك ال 84 يبقى هنا هيديني 3 3 تايمز 28 يديني 84 نعمل ماينس 2 ماينس 4 ما ينفعش نبور 1 من ال 9 تبقى 8 وال 2 تبقى 12 12 ماينس 4 يديني 8 ننزل بعد كده ال 7 87 ديفايدد 28 ال 87 موجوده فين برضه في نفس المكان هنا اهو يبقى ناخد برضو ال 84 ونشوف فيها كام 28 فيها برضو 3 3 times 28 بال 84 نعمل ماينس 7 ماينس 4 يديني ايه؟ يديني 3. نيجي نبص فوق نلاقي نفسنا ايه؟ مفيش عندي ديجيتس ثانيه والمساله خلصت معايا يبقى الكوشنت عندي كام؟ يبقى الكوشنت عندي 333 والريميندر عندي 3 يبقى الكوشنت والريميندر ايكوال كام؟ ايكوال 3. بروبلم دي نعمل تيبل 48 3 تايمز 8 24 4 وعندنا هنا 2 3 تايمز 4 12 و2 يبقى 14 مش هنحتاج اكتر من كده. 2 ديجيتس مع ال 48 96 ديفايدد 48 نيجي نبص في التيبل نلاقي ال 96 على طول مدياني كام؟ مدياني 2 2 تايمز ال 48 يديني 96 نعمل ماينس 6 ماينس 6 يديني 0 وال 9 ماينس 9 يديني 0. طب انا كده خلصت المساله؟ لا ما خلصتش لان لسه في حاجات ما نزلتش. ننزل الديجيت اللي عليه الدور اللي هو ال 9 وبعد كده نشوف 9 ديفايدد ال 48 ال 9 اصغر من ال 48 لازم انزل معاها حاجه تاني بس قبل ما انزل لازم احط فوق 0 يبقى انا بنزل وبعمل ديفيجن ولازم اكتب حاجه لو ما لقيتش حاجه اكتبها لازم احط 0. ننزل مين بعد كده؟ ننزل ال 6 96 ديفايدد 48 احنا عارفين اللي هي ب 2 ونكتب 96 برضه 0 0 بس لسه برضك الفور ما نزلش ننزل الفور. لما نيجي ننزل الفور نيجي نشوف 4 ديفايدد ال 48 ينفع اقول 0؟ لا انا اقول 0 لو في حاجه ثانيه هنزلها. امال كده ايه اللي حصل؟ كده المساله خلصت واصبح هو ده الكوشنت واصبح الفور هي الريمايندر. يبقى ذا كوشنت از
202 and the remainder is a is الفور. اللي بعد كده نعمل تيبل 35، مش هنحتاج اكتر من كده. ناخد اول 2 ديجيتس 70 ديفايدد ال 35، نبص هنا في التيبل نلاقيها جايه مع ايه؟ مع ال 2. ال 70 فيها 2 من ال 35، يبقى نحط هنا 2 تايمز ال 35 ب 70. نعمل ماينس 0 ماينس 0 0 7 ماينس 7 0. طيب بس لسه في حاجات ما نزلتش ننزلها، هننزل 0. طالما نزلت ديجيت لازم هكتب حاجه فوق. 0 divided 35 ينفع؟ ما ينفعش، ال 0 still smaller، يبقى نحط ايه؟ نحط فوق 0. ننزل بعد كده ال 7، طالما نزلت لازم احط حاجة فوق هنا. نعمل division 0 جنبيه 7 يبقى 7، 7 divided 35، ال 7 less than ال 35، ما ينفعش نحط another 0. وبعد كده ننزل ال 0 ده 70 divided 35، اه تنفع تديني 2، يبقى نحط هنا 2. 2 times 35 70، نعمل ماينس يديني 0 ايه؟ 0. يبقى كده خلصت معايا المسألة وما عنديش ريميندر. ليه؟ عشان نهيت معايا 0 ب 0. يبقى الكوشنت از and 2000 and 2 and the remainder is 0. نيجي اللي بعديها نكتب تيبل 16، مش هنحتاج اكتر من كده. 64,064 divided 16. 64 divided 16، نيجي نبص نلاقيها جايه من ال 4، يبقى اختار هنا 4 على طول، يبقى هنا 64. نعمل ماينس 4 ماينس 4 0 و 6 ماينس 6 0. اوعى تقول لي خلصت، لا لسه ما خلصتش عشان عندي ديجيتس ثانيه. ننزل مين؟ ننزل الزيرو. طالما نزلت لازم هكتب حاجه فوق. 0 divided 16 ما ينفعش، ال 0 is smaller than 16، يبقى نحط 0 فوق. ننزل مين بعدين؟ ننزل ال 6. 6 divided 16 برضه ما ينفعش، يبقى نحط كمان 0. بعد كده ننزل مين؟ ننزل ال 4. 64 divided 16 يديني 4، يبقى نكتب هنا ايه؟ 4. 4 times 16 يديني 64. نعمل ماينس يديني 0 ايه؟ 0. كده يعتبر المسألة خلصت معايا عشان الديجيتس اللي أنا بنزلها خلصت معايا. يبقى الكوشنت إز 4004 and the remainder is 0. Exercise 7 بيقول لي both correct for the correct statement and wrong for the incorrect one. أول واحدة نعمل table 35. مش هحتاج أكتر من دول عشان أفيش 70 وال 35. ناخد اول 2 ديجيتس 70 ديفايدد 35 يديني كام؟ يديني 2. 2 تايمز 35 ب 70، بعد كده يديني 0 وايه؟ و 0. ما خلصتش، لازم انزل ال 3. لما نيجي ننزل ال 3 نقول 3 ديفايدد 35 ما ينفعش، نحط ايه؟ نحط 0. وبعد كده انزل ال 5،
يبقى 35 divided 35 يديني كام؟ يديني 1. 1 times 35 ب 35 نعمل ماينس نهت معايا ب 0 0. يبقى الحل بتاعي 201. هو بيقول لي 210، يبقى المسألة دي ايه؟ is wrong. اللي بعديها نعمل تيبل 36. مش هحتاج اكتر من دول عشان انا شايف 36 و72 بس. Thirty-six divided 36 يديني 1. 1 times 36 ب 36 نعمل ماينس يديني 0 0. ننزل مين؟ ننزل ال 7. 7 divided 36 ما ينفعش عشان ال 7 صغيرة، لازم أحط فوق 0. ننزل بعد كده ال 2. 72 divided 36 يديني 2. وبعد كده أقول 2 times 36 ب 72 نعمل ماينس يبقى 0 ايه؟ و 0. يبقى الكوشنت بتاعي 102. هنا مكتوب كام؟ 201. يبقى هنا ايه؟ از رونج. نمبر 3 نبتدي بقى ناخد هوم ورك، حاجات نحلها هوم ورك، دي تتحل ايه؟ تتحل هوم ورك. نيجي نشوف هنا بيقول لي if 79 times ال 18 equal 1422 then ده ديفايد ده يديني ايه؟ هو بيقول لي ان ال 2 نمبرز دول يدوني مين؟ يدوني ده. لو اعتبرت بقى ده ديفيدند وهنعمل له ديفيجن على ده، لازم يديني مين؟ لازم يديني ال 18. يبقى الاستيتمنت دي ايه؟ يبقى الكلام ده مظبوط. بروبلم اي بيقول لي when we divide 624 by 38 الكوشنت از 16 and the remainder is 17. يبقى لازم نعملها، بس ممكن نحلها بطريقه ثانيه. انا عارف ان الديفيدند ده يعتبر الديفيدند بي ايكوال ايه؟ بي ايكوال الديفايزر. الديفايزر اللي هو هنا 38، ان هو بيقول لي وين وي ديفايد ده باي ده، المفروض يبقى تايمز الكوشنت اللي هي 16. المفروض يبقى ولو في ريميندر لازم بضيفه عليه، يبقى بلس مين؟ يبقى ممكن نعملها بالمالتيبليكيشن نتاكد من الكلام ده. يبقى نعمل 38 تايمز الايه؟ ال 16. 6 times 8 48 8 ونكاري up 4. 6 times 3 تبقى 18 18 و4 22. وبعد كده نحط الزيرو هنا اللي بنحطه على طول. 1 times 8 equal 8 وال1 times 3 equal 3. نعمل بلس 8 بلس 0 يديني 8. 2 بلس 8 10 0 and we have 1. 1 بلس 2 is 3 بلس 3 is 8 is 6. بعد كده نعمل ايه؟ ناخد ده كده نضيف عليه ايه؟ ال 17. 8 بلس 7 يديني 5 and we have 1. 1 بلس 0 1 بلس 1 يديني 2 وال 6 ايه؟ 10. يبقى هنا مديني كام؟ 625 مش مديني 624. يبقى الاجابه دي ايه؟ يبقى الاجابه دي غلط. ممكن نعملها بطريقه ثانيه، ممكن نعملها بالديفيجن، بس بالديفيجن هتضطر تكتب التيبل بتاع مين؟ بتاع 38. اللي بعد كده بيقول لي when we divide each of 13 و 26 و 39 و 52 by 13 الريميندر is 0. عشان يبقى الريميندر 0 يبقى لازم يبقى كل الكلام ده في تيبل 13. تعال نشوف تيبل 13. 1 times 13 equal 13. 2 times 13 equal 26. 3 times 13 equal 39. 4 times 13 4 times 3 12 2 and we have 1 و 4 times 1 before 1 يديني 5. فعلا كل الكلام ده ممكن يعملوا division by 13 هيديني 1 و 2 و 3 و 4، يبقى الريميندر 0. الكلام ده مظبوط. نيجي نشوف exercise 8 بيقول لي choose the correct answer. ده divide ده، نعملها ممكن homework، دي homework بقى. بروبلم بي عمليه ديفيجن اوفر كام؟ 63. يبقى نكتب هنا تيبل 63 ونحل ايه؟ لونج ديفيجن. دي برضو هنخليها هوم ورك. نيجي اللي بعد كده كذلك نفس الكلام، هنعمل تيبل 37 ونشوف اللونج ديفيجن هتديني كام. نخلي دي برضك هوم ورك.
تعالوا نعمل دي الكبيره دي هنا ديفايد كام 84، يبقى نعمل تيبل 84. two times four equal eight, two times eight equal 16. three times four 12, two and we have one. three times eight 24, one يبقى 25. بعد كده four. four times four 16, six and we have one. four times eight 32, one يبقى 33. ناخد اول 3 ديجيتس عشان ال 25 less than ال 84. 257 موجوده فين؟ موجوده هنا. نبص على اللي فوقيها، اللي فوقيها بيجي منين؟ بيجي من 84 تايمز 3، يبقى هنا هيديني كام؟ 3. ونكتب هنا 252. نعمل ماينس 7 ماينس 2 يديني 500، ننزل بعد كده ال 8. لما اجي انزل ال 8 58 divided 84 ما ينفعش عشان دي سمولر، يبقى لازم احط زيرو. وبعد كده انزل مين؟ انزل الايت الثانيه. طب ده رقم كبير لازم امشي في التيبل شويه، يبقى عندي 5 تايمز 4 20 0 اند وي هاف 2، وهنا 42 يبقى 42. seven times 84 هو اللي هيديني كام؟ يبقى لما نيجي نبص ده بيجي منين؟ بيجي من ال 7، يبقى هنا ايه؟ نحط 7 وهنا نعمل 588. لما نيجي نعمل ماينس يديني ايه؟ يديني زيروز، يبقى الحل بتاعي ايه؟ هو ده. نيجي نبص مع بعضينا على نوعيه ثانيه من المسائل اللي هي كومبوزيت بروبلمز، يعني المساله موجود فيها اثنين اوبريشن، اوبريشن ديفيجن وأوبريشن ايه؟ سبتراكشن. الأول نعمل ايه؟ نعمل الديفيجن. يبقى في الأول نكتب تيبل 37 ونشوف الديفيجن بكام، والكوشنت اللي يطلع أعمل له ماينس 63. two times 7 14 four and we have one. two times 3 is 6 1 يبقى 7. 3 times 7 21 3 times 9 1 يبقى 11 4 times 7 28 8 and we have 2 4 times 3 12 و 2 يبقى 14 5 times 7 35 5 هن carry up 3 5 times 3 15 و 3 يبقى 18 6 times 7 42 2 وهنكاري up 4 6 times 3 18 و 4 يبقى 22 7 times 7 49 9 وهنكاري 4 7 times 3 21 و 4 25 23 divided 37 ما ينفعش، ناخد ال 3 اللي جنبها تبقى 233 divided 37. ال 233 موجودة فين في التيبل؟ موجودة هنا كده between النمبر ده والنمبر ده، يبقى آخد النمبر اللي فوق أشوف في كام 37 أو جاي 37 تايمز كام؟ تايمز 6، يبقى أحط هنا كام؟ أحط هنا 6 وأقول 6 تايمز 37 يديني 222. نعمل ماينس 3 ماينس 2 يديني 1، 3 ماينس 2 يديني 1، ننزل بعد كده مين؟ ال 1 ده، يبقى 111. نبص في التيبل بتيجي منين؟ بتيجي من ال 3، يبقى نحط هنا كام؟ 3 3 تايمز 37 111، نعمل ماينس يديني ايه؟ يديني زيروز. يبقى كل ده كده طلع لي كام؟ طلع لي 63. اكني بقول 63 ماينس الايه؟ ال 63 يديني كام؟ يديني زيرو. يبقى هي دي الايه؟ دي الانسر بتاعتي. نيجي اللي بعد كده نعمل اول تيبل 84.
6 and 1 of 1 يبقى 33. زيرو اند وي هاف 2 5 تايمز 40 و2 يبقى 42. twenty four نيجي نعمل divided ال 84. 44 divided 4 ما ينفعش، يبقى ناخد ال 3 digits في دول. موجود فين ال 445؟ موجودة هنا. ال 420 فيها كام؟ 84 فيها 5، نكتب هنا 5. 5 تايمز ال 84 ب 420 نعمل ماينس. 5 ماينس 0 ب 5. 4 ماينس 2 ب 2. ننزل بعد كده ال 2. 252 جايه منين؟ جايه من 3. يبقى نحط هنا ايه؟ نحط 3. 3 تايمز ال 84 ب 252 نعمل ماينس تديني كلها ايه؟ زيروز. يبقى المفروض ده كله ايكوال كام؟ ده كله ايكوال 53. يبقى اكني بقول لك بالظبط ال 53 بتيكوال 37 بلس ايه؟ دي اللي خدناها في الليسون بتاع الاديشن والسبتراكشن. لما اكون انا عايز ده اعمل ايه؟ اقول ده ماينس ده، يبقى اللي انا محتاج اقول 53 ماينس ال 37 ايكوال 3 ماينس 7 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 5 تبقى 4 و 3 تبقى 13. 13 ماينس 7 ب 6 وال 4 ماينس 3 يديني ايه؟ يديني 1. يبقى الانسر بتاعتي ايه؟ 16. نيجي اللي بعد كده زيها بالظبط ونعملها برضو ايه؟ هوم ورك. هتعمل تيبل 37 وتحلها، واللي هيطلع شوفوا هيبقى ايه ماينس الايه 200. اكسرسايز 8 بيقول لي كومبليت يوزنج ليس ذان جريتر ذان اور ايكوال. بروبلم ايه؟ 3 تايمز ال 15 و 90 ديفايدد 2. ناخد كل سايد نعمله لوحده. 3 تايمز ال 15 3 تايمز ال 5 15 5 اند وي هاف 1. 3 تايمز 1 ال 3 ومعانا 1 يبقى 4. بنعمل الملتيبليكيشن من الرايت. طب هنا ديفيجن نعمل ايه؟ نبدا من الليفت. 9 divided 2 يديني 4، اقرب حاجه في تيبل 2 لل 9 ال 8، ويبقى معايا مين؟ يبقى معايا 1. نحط ال 1 جنب الايه؟ ال 10. طيب 10 divided ال 2 يديني 5، يبقى السايد ده 45 والسايد ده 45، الاثنين ايه؟ يبقى الاثنين ايكو. هنا 4 times 13 نعمل multiplication من اليونتس. 4 times 3 12 2 and we have 1. 4 times 1 is 4 plus 1 يديني 5. هنا division over 10 نعملها ازاي؟ هنا 2 digits ناخد 2 digits 52 divided 10. 52 divided 10 اقرب حاجه في تيبل 10 لل 52 اللي هي ال 50. بتيجي من ايه؟ بتيجي من 5 times 10. يبقى نحط هنا 5. يبقى كام من ال 50 عشان اوصل لل 52؟ يبقى 2. نحط ال 2 جنب الايه؟ جنب الزيرو هنا. يبقى 20 ديفايدد 10 تيبل 10 ايه تايمز 10 يديني 20 ال 2. يبقى الاثنين ايه؟ الاثنين زي بعض. طيب نيجي اللي بعد كده 7365 ديفايدد ال 15 و 7290 ديفايدد 15 من غير ما نعملها لونج ديفيجن. انت عندك هنا نفس الديفايزر، هنا نمبر كبير وده اقل منه، يبقى لازم لما يكون حاجه كبيره تتقسم على ال 15 تبقى اكبر من الحاجه الصغيره اللي تتقسم على ال 15. يبقى دي كده بعنينا مش لازم نعملها، يبقى دي كده جريتر ذان دي. طيب هنا نفس النمبر موجود هنا وموجود هنا، مره هعمله ديفايدد 5 ومره هعمله ديفايدد 4. يعني لما يكون عندك حاجة وهنقسمها على 5 ونفس الحاجة وهنقسمها على 4، اللي هم موجودين في الجروب اللي فيه ال 4 هياخدوا أكتر. كل ما يكون الديفايزر كبير كل ما يبقى الكوشنت قليل لنفس الرقم، يبقى ده كده للزان ده. هنا دي سهلة، اعملوا السايد ده واعملوا السايد ده هوم ورك. نيجي اللي بعديها كذلك هنخلي دي برضك هوم ورك. نعمل الطرف ده ونعمل الطرف ده وشوف الريزلت ونحط الايه الساين بتاعي. اكسرسايز 10 كومبليت يوزنج السوتبل ريليشن
without performing the division operation، يعني تعملها كده with your mind، تفكر فيها ما تحلهاش. نيجي نشوف أول problem 2538 divided 18، وهنا 2538 divided 37. نفس الحاجة مرة divide ال 18 ومرة divide ال 37. اتفقنا لما يكون الديفايزر صغير لما اجي انا اقسم عليه ياخد نصيب كبير، ياخد شير كبير. لما نكون احنا 2 ونقسم علينا 10 كل واحد ياخد 5، طب لو احنا بقينا 5 كل واحد ياخد 2. يبقى كل ما الديفايزر يبقى صغير كل ما يكون الناتج اكبر. هنا 720 divided 9، وهنا 72 divided مين؟ divided 9. 72 divided 9 اللي هي 8، يبقى انا عندي المفروض دي كده ب 80 ودي كده برضك 80، يبقى الاثنين ايكوال. نيجي هنا 100 تايم 2448 divided 24. طب لما نبص ده كده ونبص ده كده الفرق ما بينهم ايه؟ الفرق ما بينهم الزيرو ديت. يعني ايه الزيرو ديت؟ يعني ده لو اتعمل له تايمز 10 يبقى ادي ده بالظبط. طب ده معمول له تايمز 100 يعني اكيد هنا هيبقى هنحط 2 زيروز، يبقى اللي هيطلع من السايد ده هيكون اكبر من ده. نيجي اللي بعد كده بيقول لي knowing that 458 تايمز 29 ايكوال ده، يعني ده الديفيدنت وممكن اي واحد من دول يبقى ديفايزر والتاني كوشنت. يعني ممكن اقول لك كده ده ديفايد ده يديني ده وده ديفايد ده يديني ده. يقول لي فاين، لو جبنا ده وخلينا ديفيدنت وخلينا ال 25 ديفايزر يبقى لازم الطرف التاني يبقى ايه؟ يبقى ده 458. طب لو قلت ده ديفايدد ده يبقى لازم يديني ايه؟ لازم يديني ده، لان الاثنين دول المالتيبليكيشن بتاعهم بيكون ده اللي هو الديفايزر والكوشنت، الاثنين يدوني ايه؟ الديفيدند. طيب نيجي بقى نبص لدي، بيقول لي 13291 هنا خد بالك 82 هتيكوال ايه؟ طب انا عارف ان دي قريبه جدا منها، الفرق ما بين دي ودي كام؟ تعال نشوف. هنعمل ماينس 1 ماينس 2 ما ينفعش، ناخد من هنا 1 تبقى 8 وهنا 11، 11 ماينس 2 يديني 9، 8 ماينس 8 0 0 0 0، يبقى ده اكبر من ده بكام؟ ب 9. طب ده بيساوي ايه؟ بيساوي 458 تايمز 29. نحط عليهم بقى ال 9 دي عشان نقول ايه؟ ان هو بيساوي ده. نيجي نشوف اللي بعد كده كومبليت. طيب نعمل دي هوم ورك ونعمل دي ايه؟ ودي هوم ورك. طبعا دي سهله، تعمل تيبل 7 وتشتغلها، وممكن تشتغلها على طول هوريزونتال. طب وهنا الكبير الديفيدنت مش موجود، اجيبه ازاي؟ اقول على طول 318 تايمز الايه؟ ال 37، تحلها واللي يطلع تكتبوا لي ايه؟ تكتبوا هنا هو الديفيدنت. بروبلم 3، انا عندي الديفيدنت الديفايزر مش موجود وبيقول لي الكوشنت ايكوال 53، عشان اجيب ده ممكن اقول ده ديفايدد ده، يبقى المساله هتبقى كده 3498 ديفايدد 53، واللي يطلع يبقى هو ايه؟ ده. تعملوا تيبل 53 وتحلوها، دي بردك ايه؟ من الهوم ورك اللي علينا. كذلك طبعا دي خدنا زيها كتير جدا نعملها هوم ورك، ودي خدنا زيها كتير، نعمل الاثنين دول كده ونشوف الانسر بتاعتنا هيطلع كام. الانسر دي هتيكوال 100 ماينس الايه؟ ماينس ده. ودي كمان تعملها هوم ورك، نعمل دي ديفيجن واللي يطلع نعمل له ماينس الايه؟ النمبر ده. نبتدي مع بعضينا نشوف مسائل الوورد بروبلمز، ودي بعتبرها من النقط المهمه جدا في الليسون ولازم تاخد بالك منها عشان الاكزامز بعد كده هيكون فيها وورد بروبلمز كتيره. بروبلم ايه بيقول لي؟ A merchant bought 5 stoves for 25,940. في تاجر اشترى 5 بوتاجازات كلهم بكام؟ ب 25,940. يقول لي find the price of each stove، عايز البرايس بتاع واحد بس. يعني هو مديك البرايس الكلي ومديك عددهم كلهم،
يبقى انا اعمل ايه؟ نقسم او نديفايد التوتال برايس على كل الستوفز يديني الواحد بس بكام. يبقى البرايس اوف وان ستوف هي ايكوال معايا ايه؟ نكتب التوتال ماني ديفايدد ايه؟ ديفايدد 5. احنا خدنا الهوريزونتال ميثود، مش لازم اعملها لونج ديفيجن. تعال نشوف 2 ديفايد 5 ما ينفعش، ناخد اول 2 ديجيتس 25 ديفايدد 5 يديني 5، وبعد كده 9 ديفايد 5 يديني 1. تيبل 5 اقرب حاجه لل 9 5، يبقى كام عشان اوصل لل 9؟ يبقى 4، نحطها جنب ال 4. 44 ديفايدد 5، تيبل 5 اقرب حاجه لل 44 40، بتيجي من ايه؟ 5 تايمز ال 8، ويبقى كام؟ يبقى 4. يبقى انا عندي ال 40 دي ديفايدد ال 5 يديني كام؟ يديني انذر 8. طب ده عباره عن ايه؟ ده ايجيبشن باوند. نيجي اللي بعد كده. A runner covers 24480 meters. في واحد بيجري المسافة دي in 6 hours، في 6 ساعات. بيقول لي calculate the distance he covers in 1 hour. عايزين نعرف الساعة الواحدة مشي فيها قد ايه؟ يبقى لازم اعمل division، اقسم كل الميترز على 6 hours. يديني الاور الواحده هو مشي فيها قد ايه. لازم تفهم المساله كويس. يبقى the distance covered in 1 hour هت equal ايه؟ هت equal 24480 divided by 6 which equal 2 divided 6 ما ينفعش، ناخد اللي جنبها يبقى 24 divided 6 يديني كام؟ يديني 4. بعد كده 4 divided 6 ما ينفعش عشان ال 4 صغيرة، اوعى تنسى لازم نحط 0. بعد كده ناخد ال 48 divided 6 تيبل 6 اللي يديني 48، ال 6 تايمز ال 8. وبعد كده نعمل ايه؟ ال 0 divided 6 ينزل ال 0. طب دول عبارة عن ايه؟ عبارة عن meters. اللي بعديها. A man saved 4975 piastres in 5 months. A man حوشت المبلغ ده في 5 months. Calculate how much she saved in 1 month. طب هي في شهر واحد حوشت قد ايه؟ يبقى لازم نقسم كل اللي حوشته على ال 5 months. يبقى the money she saved in 1 month هت equal 4975 divided mean divided 5. طالما بنعمل division over 1 digit سهل نعملها horizontal. 4 divided 5 ما ينفعش، 49 divided 5 يلا table 5 سهل جدا التيبل، اقرب حاجه ل 49 ال 45، بتيجي منين؟ من ال 5 تايمز ال 9. يبقى كام بقى من ال 45 عشان اوصل لل 49؟ يبقى 46 47 48 49، يبقى 4. نحط ال 4 جنب ال 7 كده. يبقى لما اجي ابص هنا كده اشوف مين؟ اشوف ال 47. 47 ديفايدد 5 اقرب حاجه برضه ال 9. تديني كام؟ 45. عشان اوصل لل 47 فاضل لي قد ايه؟ فاضل لي 2. نحط ال 2 قبل ال 5. طيب 25 divided 5 يديني كام؟ يديني 5. يبقى هي حوشت المبلغ ده، لازم نكتب بيسترز. بروبلم دي بيقول لي if 756 pupils in a school are distributed equally among 16 classes. يعني في عندي 756 pupils في مدرسه are distributed. distributed دي هتشوفها كتير قوي في مسائل الديفيجن. كلمة distribute يعني يقسم أو إيه أو يتوزع، يعني البيوبلز دول متوزعين equally بالتساوي على 18 classes. يبقى الكلاس الواحد فيه قد إيه؟
يبقى لازم اعمل ديفيجن، اقسم دول على ايه؟ على كلاسز. يبقى the number of pupils in each class هي ايكوال ايه؟ التوتال نمبر ديفايدد ايه؟ ديفايدد ال 18 اللي هي هت ايكوال هنا هتبقى لونج ديفيجن عشان تو ديجيتس نمبر. يبقى نعمل ايه؟ نعمل تيبل ال 18 3 times 8 24 4 and we have 2 3 times 1 is 3 و2 يبقى 5 4 times 8 32 2 and we have 3 4 times 1 is 4 و3 يبقى 7 5 times 8 40 0 معانا ال 4 5 times 1 is 5 و4 يبقى 9. طيب نعمل هنا اللونج ديفيجن اهو،75 divided ال 18 ال 75 مكانها فين في التيبل؟ هنلاقيها between ال 72 وال 90. ناخد اللي قبل السهم ال 72، نشوف ال 72 فيها كام 18؟ فيها 4 من ال 18s، يبقى هنا يديني ايه؟ يديني 4. يبقى ال 75 divided 18 اقرب حاجه ل 4، وال 4 دي تديني 72. طب نعمل ماينس 5 ماينس 2 يديني 3. بعد كده ننزل مين؟ ننزل ال 6 ونشوف في التيبل 36 ديفايدد ال 18 اهي تديني كام؟ تديني 2. يبقى هنا ايه؟ يبقى هنا 2. يبقى 2 تايمز ال 18 تديني 36 ونقفل مساله الايه؟ الديفيجن. يبقى انا عندي الكوشنت بتاعي او الانسر بتاعتي او الريزلت فين؟ الريزلت اهي. يبقى 756 ديفايدد 18 يديني 42. اسكت؟ لا، لازم اقول 42 ايه؟ 42 بيوبلز. السؤال اللي بعد كده يقول لي if the price of a book is كام؟ 375 piastres. يقول لي find the number of books of the same kind that we can buy for 90 LE Egyptian pound. احنا عارفين ان ال LE بي ايكوال 100 بيسترز، يعني ال 90 ال اي ده بي ايكوال ايه؟ 90 تايمز ال 100 نحوله لبيسترز يديني كام؟ يديني ايه؟ 9000 ايه؟ بيسترز، يعني 375 قرش. دول 90، ال 90 جنيه فيهم كام قرش؟ 9000 قرش. يبقى انا هعمل ايه بال 9000 بيسترز دول؟ اقدر اجيب كام كتاب؟ يبقى هنعمل عمليه ديفيجن. يبقى النمبر اوف بوكس هيكوال معايا الاتش 9000 بيسترز ديفايدد 375. هنا لازم اعمل تيبل 375 2 2 times 5 is 10 0 and we have 1 2 times 7 14 1 15 5 and we have 1 2 times 3 is 6 1 3 times 5 15 5 and we have 1 3 times 7 21 1 22 2 and we have 2 3 times 3 is 9 و 2 11. ناخد هنا اول 3 digits عشان هنا عندي ايه؟ 3 900 موجوده فين؟ موجوده هنا. طيب يبقى ناخد اللي قبليها ونشوف بيجي من ال 775 تايمز كام؟ تايمز 2. يبقى هنا نحط كام؟ هنا نحط 700 and 50. نعمل ماينس 0 ماينس 0 يديني 0. 0 ماينس 5 ما ينفعش نبرو 1 يبقى هنا 8 وهنا 1. 10 ماينس 5 يديني 5 و 8 ماينس 7 يديني 1. ننزل الزيرو 1500 يبقى لازم نكمل
4 times 5, 20. 0 and we have 2. 4 times 7, 28. و2 يبقى 30. 0 and we have 3. 4 times 3, 12. ومعنا 3 يبقى 15. يبقى جت معايا ال 1500 عن طريق ال 4. يبقى هنا يديني ايه؟ يديني 4 وده تايمز ده يديني 1000 5 ايه؟ 500. نعمل ماينس يديني ايه؟ يديني زيروز. يبقى خلصت معايا المساله والناتج بتاع 24. 24 ايه بقى؟ 24 بوكس. المساله اللي بعد كده بتقول لي A car uses 1 liter of gas to cover 15 kilometers. يعني العربية دي بتمشي ب 1 لتر 15 كيلومترز. How many liters of gas does the car need to cover 570 كيلومترز؟ يبقى هي هتمشي المسافة دي ب how many liters؟ يبقى لازم طبعا أديفايد الكيلومترز ديت على الكيلومتر اللي بيدهوني ال 1 لتر. يبقى أقدر أجيب كل الليترز اللي أنا محتاجها. يبقى the number of liters or and divide 570 divided ال ايه؟ ال 15. يبقى لازم نكتب تيبل 15. two times ال 15 equal 30. three times ال 15 equal 45. four times ال 15 equal 60. fifty-seven divided 15 موجودة فين ال 57 هنا كده. ناخد اللي قبليها ال 45 فيها كام 15 فيها 3 times ال 15 ال 45 نعمل minus 7 minus ال 5 يديني 2 و 5 minus ال 4 يديني 1 ننزل الزيرو 120. لما نيجي نمشي في التابل هنلاقيها بتيجي من 8 times ال 15. 8 times ال 15 هتعمل معاك 120. يبقى ال 120 divided 15 يديني ال 8. يبقى نكتب هنا ال 8. ال 8 8 times ال 15 120 نعمل minus يديني ايه؟ يديني 0. يبقى الانسر بتاعتي is 38 liters. اللي بعديها بيقول لي احمد bought a TV set. يعني TV كده بقاعدة for 1660. He paid دفع المبلغ ده. And the rest was divided on 24 equal installments. دي المسائل بتاعت الاقساط. هيدفع جزء مقدم والباقي اقساط. يعني ايه؟ لما هروح اشتري هدفع جزء والباقي كل شهر ادفع جزء. بيقول لي find the value of each installment. كل قسط كام؟ الأول لازم أعرف مين هو المبلغ اللي أنا قسطته. يعني لازم أشيل المقدم الأول. The money for installments. يعني المبلغ اللي أنا هقسطه هيبقى كام؟ هيبقى الثمن كله هشيل منه المقدم. اللي هو كام؟ 0 minus 0 يديني 0. بنعمل subtraction من الرايت. 6 minus 4 يديني 2. 6 minus 3 يديني 3. وال 1 ينزل. يبقى هنبتدي نقسم المبلغ ده على 24 equal installments. على 24 قسط. يبقى the value for each installment هت equal كام؟ المبلغ ده divided at 24 ايه؟ 24 installment. يبقى نعمل الاول table 24. four times four 16 six and we have one four times two eight one nine
6 times 4, 24. 4 and we have 2. 6 times 2, 12, 2, 14. Thirteen divided 24 مش هينفع ناخد الثيرد ديجيت يبقى 132 divided 24 مكانها فين دي؟ موجودة هنا in between 120 و144 نعمل ايه؟ ناخد النمبر اللي فوق السهم اشوف فيه كام 24 في 5 يبقى ده divided ده اقرب حاجة تديني ال 5 وال 5 توصلني ل 120 نعمل minus يبقى كام 2 minus 0 يديني 2 و 3 minus 2 يديني 1 وانزل مين؟ انزل الزيرو يبقى 120 divided 24 على طول تديني 5 times 24 120 نعمل minus تديني كله ايه؟ zeros يبقى الانسر بتاعتي is 55 يبقى الفاليو بتاعت القسط الواحد 55 Egyptian pound. Problem H بيقول لي عادل بوت افلات عادل اشترى شقه ان هاوسنج داون في برج 4 ده تمن الايه؟ تمن الشقه 168,940 هي بيد 100,000 از ا داون بيمنت. داون بيمنت يعني ايه؟ المقدم تمام اند ذا ريست اون 18 ايكوال انستولمنتس والباقي ايه؟ اقساط زي المساله اللي فاتت بالظبط جميع مسائل الاقساط على طول هنعمل فيها ديفيجن. بيقول لي فايند الفاليو اوف ايتش انستولمنت يبقى لازم اجيب المبلغ اللي اتبقى اللي هقسمه قصاد يبقى نكتب ذا ماني ليفت يعني الفلوس اللي اتبقت فور انستولمنتس الفلوس اللي اتبقت بعد الدفعه المقدمه هتيكوال كام؟ ماينس المبلغ الكلي هنشيل منه الجزء اللي اتدفع في الاول 0 ماينس 0 يديني 0 4 ماينس 0 يديني 4 9 ماينس 0 يديني 9 8 ماينس 0 يديني 8 6 ماينس 0 يديني 6 و1 ماينس 1 يديني 0 طب ده ايه ده؟ ده الاي ايجيبشن باوند. طب المبلغ ده بقى هيتقسط او هيتقسم على 18 ايكوال انستولمنتس يبقى الفاليو بتاعت كل واحد بكام؟ يبقى ذا فاليو اوف ايتش انستولمنت هتيكوال معايا المبلغ ده نقسمه على عدد الاقساط اللي هم 18 هيكوال كام؟ نكتب تيبل 18 طيب نيجي نشوف هنا نعمل العلامة بتاعت الديفيجن سكستي ايت ديفايدد 18 السكستي ايت موجودة فين؟ موجودة هنا اللي قبليها في كام 18 في 3 يبقى هنا يديني 50 ايه 54 نعمل ماينس 8 ماينس 4 يديني 4 6 ماينس 5 يديني 1 ننزل ال 9 لسه التيبل لازم نمشي فيه اكتر 108 7 times ال 8 56 حط هنا 5 7 times 1 ب 7 و 5 12 نيجي بعد كده 8 times ال 80 8 times 8 64 4 and we have 6 يبقى انا عندي هنا 8 times 1 8 ومعنا 6 يبقى 14 9 times 18 هنا 72 2 we have 7 يبقى 16 طيب ال 149 موجودة فين؟ موجودة هنا between ال 144 و 162 يبقى ال 144 فيها كم 18؟ فيها 8 يبقى نحط هنا ال 8 يبقى 8 times ال 18 ب 144 نعمل minus 9 minus 4 يديني 5 ينزل مين؟ ينزل ال 4 54 divided 18
اهي تديني كام؟ تديني 3. 3 تايمز ال 18 ب 54، 0 ايه و0. خد بالك في عندي 0 لسه ما نزلش، لازم انزله. لما اجي انزله اعمل عمليه ديفيجن ويطلع هنا ايه؟ يطلع هنا 0. يبقى الفاليو بتاعت اتش انستولمنت از ايه؟ 3830 ايجيبشن باوند. السؤال اللي بعد كده بيقول لي باسم بوت 26 meters of clothes for 286 pounds. عايز البرايس اوف 8 meters of the same clothes. انا عايز البرايس بتاع 8 meters بس. يبقى في الاول اعمل ايه؟ لازم اجيب البرايس بتاع 1 meter. كل المبلغ ده اقسمه على الميترز كلهم يديني البرايس اوف 1 meter. وبعد ما اجيب البرايس اوف 1 meter اعمل له تايمز ال 8 عشان يديني التوتال ايه؟ التوتال برايس. يبقى ذا برايس of 1 meter هي ايكوال كام؟ 286 divided 26. نعمل تيبل 26. 3 times it 18 it will have 1. 3 times 2 6 so 1 يبقى 7. 104. تعال نجرب كده. divided 26. 28 موجودة هنا. يعني 26 فيها ايه؟ just 1. يبقى انا عندي 1 times 26 ب 26. نعمل minus 8 minus 6 يديني 2. ننزل 6. يبقى 26 divided 26 يديني ايه؟ يديني 1. 1 times 26 ب 26. نعمل ماينس، انتهت معايا المسألة. يبقى أنا عندي الأنسر بتاعتي البرايس أوف 1 متر إيكوال 11 إيجيبشن باوند. يبقى هو عايز بقى البرايس أوف 8 meters. يبقى ذا برايس أوف 8 meters هي إيكوال إيه؟ الـ 8 meters تايمز البرايس أوف 1 متر اللي هو الـ 11. يديني كام؟ يديني 88 ايجيبشن باوند. بروبلم جي بيقول لي there are 36 pencils in a box. في عندي صندوق فيه 36 pencils. How many boxes can be filled with 2458؟ يعني البوكس الواحد فيه كام؟ 36. يبقى عندي كام بوكس هقدر املاهم بالايه؟ بعدد الاقلام ده. ده مش كده وبس، بيقول لي how many pencils will be left over. ليفت اوفر يعني هيتبقى. يبقى عندي كام قلم هيتبقى؟ يبقى احتمال يكون في عندي ريميندر كمان. لازم اعمل عمليه الديفيجن، لازم اقول 2458 divided 36 هت ايكوال. نعمل تيبل 8 and we have 1 يبقى 108. تعال نجرب كده. twenty-four divided 36 ما ينفعش، يبقى ناخد 245. لسه هنكمل. 5 times 6 30 0 and we have 3. 5 times 3 15 و 3 18. يبقى هنا 6 and we have 3. 6 times 3 18 و 3 تبقى 21. 7 times 6 42 يبقى 2 and we have 4. 7 times 3 21. 21 و 4 25. يبقى 245 موجودة هنا. اللي قبليها 216 فيها كام؟ 36 فيها 6. نرجع نقول 6 times 36 216. نعمل minus 5 minus 6 ما ينفعش، نبور 1 من ال 4 تبقى ال 4 3 وال 5 15. 15 minus 6 نعد من اول ال 6 لحد 15 يطلع 9. و 3 minus 1 يديني 2. وننزل مين؟ وننزل ال 8. لسه نكبر تاني.
8 times 36. 8 times 6 equal 48. 8 and we have 4. و 8 times 3 24 و 4 28. 28. 9 times 36. 9 times 6 54. حط ال 4 and carry up ال 5. 9 times 3 27. 27 و 5 32. يبقى 298 موجودة فين؟ موجودة هنا ما بين 288 و 324. يبقى ناخد اللي قبليها ونشوف فيها كام. 36 فيها كام؟ فيها 8. يبقى نحط هنا 8. يبقى أنا عندي هنا 288 نعمل الماينس يديني 0 10. المسألة كده يعتبر خلصت معايا عشان مفيش ديجيتس تانية. الله بس لسه في جزء هنا مفيش مشكلة، ده بنسميه الريمندر. يبقى الكوشنت بتاعي is 68 والريمندر is a is 10. يبقى هنا ال number of boxes can be filled يبقى the number of boxes that can be filled هت equal كام؟ هت equal 68 boxes and the remaining pencils are a are remainder عندي 10 pencils. والمسألة اللي بعد كده ايه تفكروا فيها ونخليها هم. نيجي نشوف المسائل بتاعت السينك اند انسر. يقول لي find the quotient of 18,936 divided 24 without using the calculator, then find the quotient of each of the following without doing the division operation. يبقى في الأول نعمل عملية الديفيجن بتاعة 18,936 divided كام؟ 24. نعمل تيبل 24. يلا نشتغل كده. eighteen divided 24 ما ينفعش ناخد أول 3 digits، لا محتاجين لسه تاني. seven times 4 28 and we have 2. seven times 2 14 و 2 يبقى 16. 8 times 4 32 2 and we have 3. 8 times 2 16 و 3 يبقى 19. يبقى 189 موجوده فين؟ موجوده هنا. نبص على اللي قبلها على طول، في كام؟ 24 في 7 يبقى نكتب ال 7 هنا. 7 times 24 تديني 168. نعمل ماينس. 9 minus 8 يديني 1. 8 minus 6 يديني 2. ننزل ال 3. 213 لسه عايزين نطلع تاني. 9 times 4 36 ادي 6 وهنكاري اب 3. 9 times 2 18 و 3 يبقى 21. يبقى 213 موجوده فين؟ موجوده هنا. اللي قبل السهم 192 فيها كام؟ 24 فيها 8. نكتب ال 8 هنا كده ونقول 8 times 24 يديني برضك اللي فوق السهم 192. نعمل ماينس. 3 ماينس 2 ايكوال 1. 1 ماينس 9 ما ينفعش نبور 1 من 2 تبقى 1 وال 1 يبقى 11. 11 ماينس 9 يديني 2 وننزل مين؟ وننزل ال 6. 216 اللي هي دي ديفايد 24 يديني ايه؟ يديني 9. يبقى انا عندي الانسر بتاعت الكلام ده از ايه؟ 789. خلاص انا عرفت ان ده 789. هو عايز يقول لي ايه بقى؟ لو انت عندك 19,940 ال40 دي اكبر من ده بكام؟ بفور. يعني النمبر ده جواه مين؟ جواه ده بلس مين؟ بلس الفور. وده انا اقدر اقسمه
على ال 24 يديني ده، يبقى ده هيديني كام؟ ده هيديني 789، وفي عندي ريميندر بكام؟ ب4، and we have 4 as a remainder. تمام؟ طب نيجي هنا بقى، ده عندك less than ده، ده أقل من ده، أقل منه بقد إيه؟ أقل منه ب5. يبقى لما اجي اعمل له ديفايد 24 ده يقل عندي 1، يبقى هيديني كام؟ 788. والريميندر عندي هيبقى كام؟ عشان تجيب الريميندر نعمل ده تايمز ده، واللي يطلع تعمل له ماينس ده يديك الايه؟ يديك الريميندر. كده يبقى احنا خلصنا الليسون بتاع اللونج ديفيجن. الليسون ده من الليسونز المهمه جدا اللي ما ينفعش تفوته. يعني الدرس لو انت مش فاهمه لازم تسمعه تاني. مفيش مشكلة لما اسمع الدرس مرة واتنين، المهم ان انا في الاخر افهم. ممكن اول الليسون افهم شوية، ممكن بعد كده نفهم اكتر، المهم ما تيأس وتحاول وما تنساش التايم تيبلز. التايم تيبلز خلاص بقى حاجة اساسية ليك من اول السنة دي. مش عايز اتكلم كتير في موضوع التيبل عشان هيسهل عليك الشغل بعد كده كتير. ما ننساش كل الاكسرسايز اللي انا ما حلتهاش وانا ماشي تحلها از هومورك، والهوم ورك بتاعنا بتاع الليسون ده الورك شيت اللي على الليسون اللي هو ورك شيت 6. وبالتوفيق ان شاء الله.